الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، نحمد الله تبارك وتعالى على ما من به ويسر، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله وكرمه سبحانه وتعالى. أشكركم جميعا وأشكر القائمين على المسجد والذين كانوا سببا في مثل هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء في ذاته جل وعلا وتزاورا في ذاته، وأن يكتب لنا ولكم الخطى والأوقات جميعا. وقبل أن نبدأ بالأسئلة، لي تعليق وربما يزيد، ومثل هذه التعليقات قد يشعر البعض بالحرج منها، ولكن أنا أرى أنها من باب سقوط التكاليف والتناصح فيما بيننا فيما نسمع وفيما نرى. أنا دخلت اليوم المسجد، مسجدكم المبارك إن شاء الله، مبكرا شيئا قليلا. أول ما دخلت مع الباب، أو قبل الدخول الحقيقة، استقبلني أحد الأخوة، ما أعرف اسمه، كمال، يقول كمال. استقبلني الأخ الشيخ كمال في الخارج، وجزاه الله خيرا، اصطحبني إلى الباب. ثم لما دخلت نظرت، وجدت فراغا في الصفوف الأولى، في الصف الأول، ففرحت. يعني كون الإنسان يأتي ويرى سعة في الصف الأول، لا شك يفرح ويحرص. فقلت الحمد لله، أدركنا مكانا في الصف الأول. ولكن الشيخ كمال ما تركني، ظل ممسكا بيدي حتى أدخلني في الغرفة وقال اجلس هنا. فجلست، وإذا أنا في آخر صف في المسجد، أشوف وراي ما في بعدي إلا الجدار. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون في نفسي، لكن لعله ترتيبهم هكذا، يعني كل ناس لهم طريقة في الترتيب. وبعدين تذكرت ما نردده عندنا، أن الناس في الغرب يحبون التنظيم ويحبون الترتيب. فقلت سمعنا وأطعنا، وجلست على الكرسي. الذي أنصح به الإخوة الشيخ كمال والقائمين على المسجد، لا يترك الصف الأول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، المكان لمن سبق. ما عندنا حجز أماكن، هذا ما يجوز، ولكن يا أخوان، الفضيلة في إدراك الصف الأول لها منزلة عظيمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو علم الناس ما في الندى وما في الصف الأول لاستهموا عليه، يعني لجعلوه تنظيما، اليوم أنت غدا أنا، لكن كل يأتي مبكر في وقته، استهام. ما نترك هذا الخير لواحد ينفرد به دائما كل يوم، لا، اليوم لك وغدا لي أنا، لكن أنا أفعل شرطه، وهو أن آتي مبكرا. أما كون الإنسان إذا جاء مبكرا لأنه فيه شيء من المرض أو شيء من العجز، تروحون تحطونه في الأخير يا أخوان، ما ذنبه؟ عنده عجز وعنده مرض وجاء مبكرا، هل يستحق أن يوضع في الخلف؟ أجيبه لا، ما يستحق. هذا جانب. والجانب الآخر يا أخوان، ما في مانع من وجود كرسي هنا ووجود كرسي هنا ومقعد هنا ومريض هنا، ما في مانع. ليه؟ يقولون مشايخنا فيها فائدة، فيها مصلحة للجميع. كونك أن تأتي قويا، صحيح البدن، صحيح الأعضاء، تستطيع الركوع والسجود والجلوس والقيام بنشاط وقوة، ثم ترى هذا المريض، أولا دخول الرحمة والشفقة، ثانيا تعرف نعمة الله عز وجل عليك يا شيخ. لكن تحطونا، وضعتونا كلنا، حنا تقريبا 6 أو 7 من الإخوان جالسين على الكراسي، حطيتوهم وراء، لا ترونهم ولا خلوهم هنا وهنا،
حتى الشباب وأصحاب القوة يعرفون نعمة الله جل وعلا، لأن يقولون أن المريض يعني لا شك فقد شيئا، ولكن الصحيح عنده نعمة لكن لكثرة الممارسة لا يستشعرها. إذا رأى المريض تذكر نعمة الله جل وعلا. فالكراسي هذه أرجو أن تتناثر في المسجد، وكل من يسبق اللي يجي للصف الأول قدموه، ما تؤخروه، ثم خلوهم فيما بينكم أيضا، تعطيكم يعني إدراكا لمعرفة قدر نعمة الله جل وعلا. لأن النعم يا أخوان ما يستشعرها المرء إذا عاشها ومارسها فترة طويلة، لكن إذا رأى من فقد هذه النعمة فورا يتذكر فيحمد الله عز وجل على ما فيه من النعمة، وهذا خير عظيم. إذن خير لهم للمرضى وخير لكم أيضا للسليم، مع أن السليم يقولون المريض يا شيخ في اللغة العربية، لكن احنا مضيعين اللغة العربية من زمان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. العرب قديما يقولون فلان سليم يعني فلان مريض. لا شك، فالسليم تطلق على السليم الصحيح وتطلق على المريض أيضا من باب التفاؤل يقولون. الشاهد هذه نصيحتي لكم، وأرجو أن يعني تتدارسونها وتذاكرونها وشوفوها، إذا كانت تفسد عليكم شيئا نعم، أما إذا ما تفسد لا حرام. الكراسي في الأخير وصاحب الكرسي يأتي مبكرا، وحظه أن يكون في الصف الأول. الملائكة تصلي على أهل الصف الأول يا أخوان صلاة خاصة، لا شك الملائكة تصلي على كل من جاء في المساجد، ولكن هناك صلاة خاصة لمن؟ لأهل الصف الأول. فاتركوا لنا فرصة أن نحظى بالصف الأول، وشيلوا هذه الكراسي من مؤخرة المسجد ودعوها تنتشر في المسجد. هذا واحد، هذا هو الشيخ جزاه الله خيرا. الموضوع الثاني الذي أردت أيضا أن أحدثكم به، أنا ما سمعت في مسجدكم إلا أن كان عندي شيء. أنا أحيانا يقولون لي ما تسمع، يقولون خاص الزوجة تقول أنت ما تسمع، أنت روح عالج إذنك، أنت روح كذا. أنا ما سمعت الأذان الأول يا أخوان في المسجد. هذه طريقتكم ولا أنا الخلل عندي أنا؟ الله يجزيك الخير، نتناصح يا أخوان. ميزة المسلم، أنا أول مرة أجي السويد وأول مرة ألتقي بكم، لكن يعلم الله أجد في قلبي شعورا أني أعرفكم كلكم يا أخوان، لذلك اتركوني أخرج الذي عندي. ما سمعت الأذان الأول إلا تكبيرة واحدة، وكأنها كانت من تسجيل، يعني كأنكم شغلتم هذا الذي ما شاء الله كله ما أوروبا كلها مكاين. بكرة تخلونا كلنا نمشي بالمكاين يا أخوان. سمعت بس فقط الله أكبر، هنا قلت خلاص الأذان، لكن بعدين وقف 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 وقف. هكذا، هذه طريقتكم إذن. هذه الطريقة تعرفون من بدأها؟ بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذان واحد، عاش نبينا عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى ربه والأمة كلها في أذان واحد. عاش أبو بكر ومات أبو بكر والأمة كلها في أذان واحد. عاش عمر ومات عمر والأمة كلها في أذان واحد. نعرف أن الفتوح الإسلامية أكثر ما كانت في عهد عمر وعثمان، فتحت الدنيا واتسعت الأسواق واتسعت المدينة. المدينة كانت صغيرة جدا
في زمن النبي وزمن أبي بكر وعمر كانت صغيرة، البيت الأول يرى البيت الأخير، البيوتات قريبة جدا، المدينة صغيرة يعني من حدودها كما نعرف اليوم في جبل صغير جدا اسمه جبل سلع قريب جدا، الآن هو على مشارف الحرم، على مشارف حدود الحرم، هذا كان حد المدينة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر أن البيوت إذا بلغت سلع فاخرج منها، أخرج من المدينة واذهب إلى الربذة، وخرج أبو ذر. لكن متى كان؟ في عهد عثمان، لأن البيوت لم تصل إلى هذا الجبل إلا في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فخرج أبو ذر واتسعت المدينة وكثرت أسواقها وكثر أهلها وسكانها، فرأى عثمان، لأن الناس تتشاغل وتنشغل في الأسواق تنسى حتى تسمع الأذان، والأذان كان أذانا واحدا بعد صعود الإمام على المنبر، فإذا أذن انتبهوا، راحوا يتوضأوا سريعا أو يغتسل ويلبس ويأتي إلى المسجد، وإذ فاتته شيئا من الخطبة، والخطبة خير عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني في فضل الجمعة: من أتى يوم الجمعة ومن بكر وابتكر. احنا بكرنا لكن ما خليتونا يا أخوان. وأيضا قال: ها، وتقدم ولم يتأخر، واحنا أردنا التقدم وأنتم أخرتمونا، عفى الله عنا وعنكم يا أخوان. ها، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الجمعة فضلها لمن بكر إليها وسارع إليها ومشى ولم يركب، يعني يأتي مبكرا ثم يستمع إلى الخطيب. فرأى عثمان رضي الله تعالى عنه أن الناس تشاغلت في الأسواق وانشغلت، فكان يفوتها خير عظيم، فتشاور واستشار الصحابة وقرروا أن يكون أذانا أولا قبل أذان الخطبة، يعني يصير يوم الجمعة كم أذان؟ أذانان، الأذان الأول للتنبيه، انتبه استعد للجمعة، الأذان الثاني خلاص الملائكة دخلت يا أخوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يوم الجمعة في الساعة الأولى من الجمعة تقف عند الأبواب، وكل واحد يدخل يسجله إيش رقم الدخول وساعة الدخول، اللي يدخل في الساعة الأولى كأنه قرب بدنه، اللي يدخل في الساعة الثانية كأنه قرب بقرة، هكذا يقول، كأنك تصدقت ببدنه، البدنة الإبل البعير الجمل الكبير كلها تصدقت بها، يا نعمة عظيمة. الساعة الثانية بقرة، الساعة الثالثة شاتاً، الساعة الرابعة دجاجة، وهكذا دجاجة، حتى آخر شيء بيضة، وآخر شيء بمجرد ما يصعد الإمام المنبر الملائكة تدخل، فكل من يدخل بعد صعود الإمام الملائكة ما سجلته، هو حضر خير لا شك، لكن أيضا فاته خير، خير عظيم. لذلك عثمان حرص يا أخوان، عثمان والله فيه حرص على الأمة، حرص عظيم، هكذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فحرص عثمان واستشار الصحابة واتفقوا على هذا الأذان. عاشت الأمة تؤذن كم؟ أذانين، اثنين، الأول للاستعداد والثاني بعد صعود الإمام على المنبر. ثم خرجت الخوارج، لأن أيضا في عهد عثمان كما بلغ نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الفتن تبدأ، وبدأت الفتن مبكرا في الأمة في أواخر عهد عثمان. العلماء يقسمون عهد عثمان إلى قسمين، لأن عثمان جلس في الحكم والخلافة 12 عاما، 6 سنوات أبدا على ما كان عليه العهد في زمن النبي وأبي بكر وعمر. 6 سنوات الأخرى يا أخوان بدأت الفرق وبدأت الفتن تظهر في الأمة بظهور عبد الله بن سبأ وظهور الخوارج.
والخوارج كما تعرفون شنعوا على من؟ على عثمان. ما في صحابي ولا صحابي، والصحابة كثيرون، شنع على عثمان. نعم تناصحوا، لكن غلبت المشورة وغلب الرأي أن يكون الأمر كذلك في شأن الأذان، فكان كذلك أذانان. من سن الأذان الثاني؟ عثمان. بحضرة من؟ بحضرة الصحابة. يلزمنا ولا ما يلزمنا يا أخوان؟ بسمع أنتم تقولون لا شك، هذا هو العهد وهذا هو الواجب علينا. وين الأمر بمتابعة الصحابة على وجه العموم، وعندنا أمر على متابعة الخلفاء الراشدين الأربعة، وعثمان منهم ولا ما هو منهم؟ إلا والله منهم. إذن يلزمنا الأذان الثاني من كم باب؟ من بابين. الباب الأول وجوب متابعة الصحابة، جمهور الصحابة. الباب الثاني وجوب متابعة الخلفاء الراشدين. وين الدليل؟ الدليل اسمع، كم دليلا تريد؟ دليل واحد يكفي؟ لا شك عندنا دليل واحد عن الله أو عن الرسول يكفي ولا ما يكفي؟ أبد. إنما كان قول المؤمنين، يعني حال المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم حكما واحدا، أن يقولوا إيش؟ سمعنا، دنق راسك وقل إيش؟ سمعنا وأطعنا. إذا جاء الأمر عن الله سمعنا وأطعنا، إذا جاء الأمر عن رسول الله سمعنا وأطعنا. اسمع الأمر، يقول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، جمهور الصحابة. وبعدين يا رب قال: والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا من؟ اتبعوا الصحابة، اتبعوا المهاجرين والأنصار. ثلاثة أصناف يا أخوان، الله عز وجل ذكر في هذه الآية ثلاثة أصناف من الناس. ها، ذكر المهاجرين، ذكر الأنصار، ذكر المتبعين. لا لا، مو المتبعين، لأنه في متبع يعني يتبع ويفلت، يعني يوم يتبع ويوم يبوش. احنا نقول ها، يقولون العوام يبوش، يعني هذا الجير حق السيارة في البوش، تمشي سيارة ما تمشي. لأن الله عز وجل ما قال والذين اتبعوهم وسكت، لا، وإنما قال والذين اتبعوهم بإحسان. لا إله إلا الله. كيف الاتباع بإحسان؟ قيد الشعرة، ما تخالفهم ولا في شعرة واحدة. اتبع بإحسان يعني بإتقان، بدقة، متابعة دقيقة، متابعة بإحسان وإتقان. طيب يا رب هؤلاء ثلاثة أصناف. نعم، بعد ذكر الأصناف ذكر ربنا جل وعلا الوعد والجزاء. ثلاثة أصناف، إيش حظهم يا رب؟ إيش حقهم يا رب؟ قال: رضي الله عنهم. ها، ورضوا عنه. لا إله إلا الله. يا رب والله نستحي، نحن نرضى عنك؟ نستحي، نحن نريد رضاك. قال: لا، أنا أرضى وأعطيك وأعطيك حتى ترضى يا عبدي. هذه الثلاثة أصناف يا أخوان. ربنا كريم، والله رحيم، رحمن، يريد لنا الخير كله في الدنيا وفي الآخرة. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. يا الله أعطنا ولا تحرمنا. الله يا أخوان، نقدر نصير من المهاجرين؟ نقدر؟ راحت علينا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اختار الله عز وجل الأنبياء، واختار سبحانه وتعالى المهاجرين. نقدر نصير من الأنصار؟ لا، راحت علينا. اختار الله عز وجل من خلقه أناسا جعلهم أنصارا بحق،
راحت علينا. إيش اللي باقي؟ والله ما عاد باقي لنا إلا فرصة واحدة. ما هي؟ المتابعة بإحسان. لا تقولوا متابعة، قولوا بإحسان، اربطوها. في متابعة سيئة ولكن في متابعة بإحسان. إذن يا أخوان ما عندنا إلا هذه الفرصة. لذلك علماءنا إيش يقولون؟ يقولون احرص أن تكون من هذه الأصناف الثلاث، وإياك أن تكون من الصنف الرابع فتهلك. إذا منت هنا ومنت هنا ومنت هنا، وين؟ في الرابع. ما تدخل في الوعود، ما تدخل في وعد الله جل وعلا. هذا الوعد يا رب كيف نحصل عليه؟ ما عندكم إلا فرصة واحدة، متابعة المهاجرين والأنصار. فضل يا أخوان، ربنا عز وجل يريد لهم الكرامة العظمى والمنزلة الكبرى. لما؟ لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والله صدقوا. وعثمان منهم، عثمان سنها والصحابة وافقوه، والأمة بقيت 6 سنوات تؤذن أذانين في عهد عثمان، وفي عهد علي الأمر كذلك. احنا اليوم نرجع ونقول لا، صحيح الكلام جميل، يجيك الواحد يقول لك يا أخي احنا نبغى نرجع على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو الذي أمرك، قال عليكم بسنتي ها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وعثمان منهم. عليكم، ومتى؟ في زمن الاختلاف وزمن الفتن. هكذا قال العرباض بن سارية، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. موعظة حركت القلوب، والقلوب كانت تتحرك. احنا اليوم قلوبنا هكذا يا أخوان. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك آخر مرة تريد أن تلتقي بنا، أعطنا وصية جامعة مانعة تعطينا الخير كله. فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تدبروا يا أخوان، واللغة العربية سهلة، عربك عربك. في العربي إذا جاء سنتي وسنة الخلفاء، كم سنة عندنا؟ ون ولا تو؟ كم عندنا سنة؟ ها؟ عليكم بسنتي وسنة، إذن كم سنة عندنا؟ سنتان، سنة النبي وسنة الخلفاء، سنتان. يقولون العلماء لا، واحدة. طيب كيف النبي يقول سنتي و، وحرف الواو في اللغة العربية معناها العطف والمغايرة، إنه هذه السنة تتغاير عن هذه السنة، تختلف عنها، يعني سنتان. مثل ما نقول جاء أحمد وعبد الله، كم واحد دخل؟ لا بد اثنين لأنه في واو. لكن إذا قلنا جاء أحمد عبد الله، ممكن يكون هو أحمد ووصفه أنه عبد لله، يكون واحد. واضحة هذه في الإنجليزي عندكم هكذا تثنية. إذا لو كانوا اثنين المفروض إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمسكوا بهما. لكن ما قال. والله كل روايات الحديث وكل ألفاظ الحديث تمسكوا بها. يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، أوتي جوامع الكلم، يقول سنتي وسنة الخلفاء، ثم يقول تمسكوا بها، يعني ون عضوا عليها، ما قال عليهما، معناها واحدة يا أخوان. إذن والله يا أخوان ما سنه رسول الله، ما سنه أبو بكر، ما سنه عمر، ما سنه عثمان، ما سنه علي، سنة واحدة تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. أول من شاغب على عثمان في مسألة الأذان من؟ الخوارج يا أخوان. احنا نمشي وراء الخوارج؟ ها؟ خوارج. يمكن واحد يقول لي الخوارج كانوا ناس طيبين ما شاء الله يصلون ويصومون. نعم صح، ما في كلام، صلاة
وصيام. بل والله الإنسان إذا قرأ يعني يقرأ في السير وفي التاريخ قلبه يبكي، ما نتحمل، لأنهم أناس صلوا صلاة لا نظير لها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني هم يصلون أكثر بكثير من صلاة الصحابة، وتحقرون صيامكم إلى صيام. يقول النووي رحمة الله عليه، يعني يقول جاء في التاريخ وجاء في السير وفي الأوصاف أنهم أناس الصلاة أثرت في مواضع السجود. تشوف الواحد يده، احنا الآن ما شاء الله الإيد ناعمة جدا ولا لا، مثل ما قال الشاعر: أندى وأنعم ملمسا من راحة الطفل الصغير، ملسا ناعمة نعومة. هم هذه أياديهم كانت مثل جلود الإبل يا إخوان، من كثرة إيش وضعها على الأرض، هذه كلها كانت خشنة، هنا خشونة. يقول كثفينات الإبل، يعني مثل مواضع الإبل التي يبرك بها ويحكها على الأرض. شفتوا الإبل؟ شوفوا الإبل، سبحان الله، هذه الأماكن اللي تحك في الأرض كأنها حجر يا شيخ، هكذا كانوا. ويقول النووي رحمه الله أيضا: وأثر الصيام في ألوانهم. أنتوا كل واحد منكم يقول بيده كذا، سوي طلع عيدك الآن، اقرصوا كذا حيل كذا، شوف ايش يبقى تحت، لون احمر ولا لا، شوفوا جربوا، ها اضغط كذا مكان، اضغط اضغط اضغط، احمر منين؟ من الشحم واللحم والدم يا اخوان، شحوم لحوم دماء. يقول النووي رحمه الله: كانت الوانهم تميل الى اللون الاخضر. سبحان الله، تميز مواضع كثفينات الإبل، جلود ألوانها تميل إلى اللون الأخضر، ما هو الأحمر، ما في شحم، ما في لحم، عروق، العروق تبرز، والعروق إذا برزت يطلع اللون الأخضر. لماذا؟ يقول: من كثرة الصلاة وكثرة الصيام. الصلاة أثرت فيهم والصيام أثر فيهم. لكن اسمع العجب العجاب: حيثما لقيتموهم فاقتلوهم. يا رسول الله، يحفظون القرآن، يقرؤون القرآن، صلاة صيام، حيثما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب أهل النار، لا إله إلا الله، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، شرار أمتي الخوارج، كلاب أهل النار، أوصاف عظيمة. بل والله رسولنا ذهب إلى أبعد من هذا يا أخوان، تمنى لو أنه يكون حيا زمن خروجهم. قالوا له: ليش يا رسول الله؟ قال: حتى أقتلهم قتل عاد وإرم، يعني قتل إبادة، قتل لا يبقي منهم أحدا أبدا. سبحانك ربي لا إله إلا أنت. لما؟ لأنهم شر على الأمة. وفعلا اللي يدرك يقرأ التاريخ يرى أثر هذا الشر على هذه الأمة من النصف الثاني من زمن عثمان. قتلوا عثمان يا أخوان، هؤلاء الأشرار هم الذين قتلوا عثمان بن عفان وهو يقرأ القرآن، هؤلاء هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قتلوه قتل. بل ويتقربون إلى الله، تعرفون لما قتلوا عثمان خرجوا يضحكون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يا البهيمة قتلتم عثمان. وهكذا فعلوا والله لما قتلوا عليا، يركضون ويكبرون: الله أكبر، إيش الله أكبر يا مجنون، قتلت رجلا هو أعظم رجل على وجه الأرض في ذلك الزمان،
ما في أخير من علي بن أبي طالب في ذلك الزمان، قتلتموه وتقولون الله أكبر؟ جنون يا أخوان، مع صلاتهم مع صيامهم مع حفظهم للقرآن وقراءتهم للقرآن. فيا أخوان، اللي أنكر على عثمان مسألة الأذان وقالوا عثمان ابتدع وعثمان كفر بسبب إيش؟ أنه زاد الأذان. يا شيخ، عثمان إذا زاد وجب علينا أن نسمع ونطيع. عثمان صاحب سنة، عليكم بسنتي وسنة عثمان. الخوارج أنكروا، ويحصل دائما. يعني في زماننا، أذكر قبل 30 سنة 31 سنة، يمكن سمعتم أنتم بها، ولعل بعضكم كان حيا وأدركها، لكن نحن عايشناها وعشنا فيها يا أخوان. فتنة يسمونها فتنة جهيمان، سمعتم بها؟ دخل الحرم، يكفي أنه أغلق أبواب الحرم 16 يوما. 16 يوم يا أخوان، 16 يوم ما في أذان، ما في صلاة جماعة. وين؟ في المسجد الحرام. ليه يا جهيمان؟ قال نريد أن نغير الكفر إلى الإسلام. وين الكفر؟ قال كلكم كفار، الدنيا كلها كفار، ما في إلا هو والعصابة التي معه، كانوا 250-260 شخص. هؤلاء هم على الإيمان، على ملة إبراهيم، ونحن كنا على ملة النمرود، كلنا إحنا والعلماء والشيخ عبد العزيز والشيخ، كل الدنيا والدنيا كلها كفار، ما في إلا هم. فتنة يا أخوان. هم الذين أيضا قالوا الأذان الأول بدعة. يا ناس اتقوا الله، هذه سنة الخوارج أنتم عليها. هذا الكلام أول من قاله عبد الله بن وهب الراسبي، رأس الخوارج، إمام الخوارج، شيخ الخوارج، عبد الله بن وهب الراسبي، هو الذي أنكر على عثمان مسألة الأذان. وهؤلاء الآن ينكرون على السعودية وعلى الكويت وعلى الدنيا كلها وعلى مساجد المسلمين أنه فيها يوم الجمعة كم أذانين؟ بدعة. طيب خير إن شاء الله، بدعة أيضا، ما هي بدعة مكفرة؟ قال لا، كلكم كفار. فتن يا أخوان، ونسمعها دائما بين فترة وفترة أنه الأذان الأول يوم الجمعة. بعض الناس ما يقول بدعة، لكن يقول الأذان الأول. لا يا أخوان، والله إذا قلوبنا لم تسترح ولم تطمئن لما سنه عثمان، ما فينا خير، ما فينا خير. عثمان وعلي موجود، صحيح أبو بكر عمر ماتوا، لكن في ذلك الزمن كان عليا موجودا حيا، وعثمان والصحابة كلهم متوافرون، أقروا هذا الأمر. أنت اليوم تجي تقول نفسي ما تتقبل، إيه نفسك ما تتقبل، إيه نفسك ما تتقبل، مصيبة. فأرجو أنتم هنا في هذه البلاد، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ عليكم دينكم وإسلامكم وصلاتكم وصيامكم، لكن أحيوا سنن الخلفاء، اتبعوا الصحابة بإحسان يا أخوان، متابعة الصحابة، تذاكروا فيما بينكم، وارجعوا إلى العلماء واسألوا العلماء، وشوفوا واقرأوا التاريخ، من الذي أنكر الأذان الأول؟ من الذي سن الأذان الأول؟ متى الأمة كانت تؤذن أذانين؟ متى؟ وهل نحتاجها؟ هل في أسواق؟ هل في المشاغل اللي موجودة أو الأسباب اللي وجدت في عهد عثمان موجودة ولا ما موجودة اليوم؟ اسألوا أنفسكم، ثم يعني اتقوا الله واعملوا ما هو أقرب إلى التقوى وأقرب إلى متابعة الصحابة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يثبتني وإياكم على الدين الحق. احنا نسيناك في الترجمة يا شيخ، هذه مشكلة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. Vi ska inshallah kortfattat översätta meningen av det som sheikhen sa. Han sa att han tackar moskén som tagit emot honom och de som bjudit honom. Han sa jag har ett litet tillägg till vad som skedde här under fredagsbönen. Och han vill få ut det som finns i hans hjärta som ett råd till muslimerna här.
Han sa, när jag kom in här i moskén så möttes han av en person som tog honom till bakre delen av moskén. Tjejen först när han kom in blev glad över att se att den främre delen av moskén var tom. Att det fanns plats i första raden där det finns så mycket belöning. Men den här mannen tog tjejen längst bak i moskén till sista raden och satte honom på en stol. För att tjejen bad sittande. Så tjejen förstod inte riktigt. Han kanske tänkte att det här är från den tertib och den tandim. Det sättet man organiserar saker på här i Europa. Och tjejen säger det här är fel. För att personen som kommer tidigt ska kunna sitta vart han vill i moskén. Och då har nämnt så många bevis på att det bästa raden att sitta på är den första raden. Som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att om ni skulle veta belöningen i adhan och första raden så skulle ni tävla i att få sitta på den platsen. Och att han nämnde hadithen med änglarna som står vid dörren till moskén och skriver ner de som kommer. Den som kommer tidigast får belöning av en person som har offrat en kamel. Sen en person som har offrat en ko. Och den som kommer efter som en person som har offrat ett lamm eller ett får. Och sen en kyckling och sen ett ägg. Och sen om imamen går upp på minbar så stänger änglarna sina böcker. Och skriver inte längre de som kommer till moskén utan går in för att lyssna på khutban. Så han säger att den som kommer tidigt ska få sitta var han vill i moskén. Och han nämnde att våra ulema har sagt att det här finns det fär i dig. Det finns en nytta i detta. Då jag som frisk ser en person som är sjuk bredvid mig. Jag kommer att ha rahma, barmhärtighet över honom. Och jag kommer också att få mig en tankeställare i vilken ni'ma som jag befinner mig i. Att jag kan be ståendes, jag kan be precis så som jag vill. Medan andra kan sitta och de kanske inte kan göra sujud och så vidare. Så att man blir påmind om Allahs godhet och Allahs nåd som han har visat över människan. Så det här var det första som han nämnde och påpekade. Och det andra som sheikhen påpekade var att han sa, jag vet inte om jag hörde fel, men jag hörde bara en adhan i moskén. Han hörde den här klockan här som bara sa Allahu Akbar. Och sen så hörde sheikhen att man gjorde en adhan. Och han säger att så här var det under profetens tid sallallahu alaihi wasallam. Man gjorde en adhan. Och så var det under Abu Bakrs tid och Umars tid. Men under Uthmans tid och Umars tid så spred sig islam väldigt mycket. Och många människor blev muslimer. Islam, det islamiska riket expanderades, blev väldigt stort. Medina växte. Och han sa att Medina förr i tiden brukade sluta vid ett berg som ligger bakom Masjid Nabawi. Jättenära. Idag det är bara en, du ser det från moskén. Där brukade Medina sluta. Och han hade sagt till Abu Dhar alaihi salam att när Medina blir större än så skulle flytta från stan. Och Abu Dhar flyttade ut från stan under Uthmans tid. Så Uthman han såg att Medina blev större. Och att folk sysselsatte sig med affär, handel. Marknaden blev stor. Folk köpte och sålde. Och Uthman märkte att när man kallade till adhan så började folk att stressa om man kanske skulle hem och duscha. Och så gjorde man salad igen i khutba direkt. Så folk kom för sent till bönen och missade den här belöningen. För Uthman radiallahu anhu tyckte att man ska lägga till en till adhan för att påminna människorna att tiden för salat är nära. Gör er förberedda och kom till moskén. Så att folk inte skulle komma sent. Det här var Uthmans avsikt med att göra en till adhan. Och Uthman rådgav också sahaba, eller han fick råd av sahaba och frågade dem om deras åsikt i den här frågan. Och de gick med på att han skulle göra denna adhan. Det var ingenting som folk satte sig emot. Och han säger att de första människorna som motsatte sig den här adhan, det var Al-Khawarij. Den första sekten som kom i islam. Al-Khawarij. Och han säger att Uthmans styre kan delas in i två perioder. Hans styre var i 12 år. 6 år var det lugnt. Det var bra. Och 6 år var fyllda av fitan. Av problem och motsättningar. Och dessa motsättningar kom med Khawarij och med en person som hette Abdullah ibn Saba. Den här juden, hycklaren som ville förstöra islam inifrån. Så det fanns ingen sahabi som sa till Uthman att det du gör är fel. Utan de första som sa att det här är fel, det var Al-Khawarij. Som motsatte sig Uthman. Och vi har beordrats att följa Al-Sahaba. Och speciellt Al-Khulafa al-Rashidin. Han säger Allah har i Koranen beordrat oss att följa Al-Sahaba generellt. Och profeten Muhammad a.s. har beordrat oss att följa Al-Khulafa al-Rashidin. Specifikt. Och han säger, vill ni ha bevis? Vi sa ja. Han sa, hur många bevis vill ni ha? Ett eller mera.
Så Sheikhen sa ett. Och han sa ett bevis räcker. För att Allah Ta'ala säger att de troendes tal var endast att vi hör och belyder då de blev kallade till Allah och sände budet. Så när du hör en beordring så ska du bara säga jag hör och jag lyder. Det spelar ingen roll om det är en eller 10 beordringar. Om det är en så ska du ändå lyda. Så vad är beviset på att vi måste följa as-sahaba och al-khulafa ar-rashidin? Han säger, Allah Ta'ala säger i Koranen وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلِينَ أَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Bland dem som blev muslimer tidigt och de som gjorde hijra och al-ansar. Yani bland dem som blev muslimer tidigt och gjorde hijra och al-ansar. Och de som följer dem kommer Allah att vara nöjd med. Och han har förberett för dem ett paradis där det flyter floder under och de kommer vara där i evig tid. Så sheikhen han säger, kan vi vara bland de första? Kan vi vara bland de sabiqin al-awwalin? Kan vi vara bland dem som blev muslimer tidigt och gjorde hijra? Finns det möjlighet för oss att vara bland dem? Svar nej. Den tiden är slut. Och det var Allahs fadl som han gav till vem han ville. Kan vi vara bland al-ansar som mötte upp al-sahaba i Medina och gav dem seger? Kan vi vara bland dem? Han säger nej. Så det återstår bara en. Och det är de som följer dem med ihsan. Inte bara de som följer al-sahaba utan följer dem med ihsan på bästa sätt. De följer dem i detalj, sa sheikhen. Man följer dem i detalj och går inte emot det som de säger. Han säger man kan följa bra och man kan följa dåligt. Man kan följa slarvigt och bra. Och det vi måste göra med sahaba är att följa bra, som Allah säger, bil ihsan. Att följa dem på bästa sätt. Och då kommer vi få dem, det löfte som Allah Ta'ala har lovat i den här versen. Att Allah kommer vara nöjda med oss. Och vi kommer vara nöjda med Allah. Genom allt det gott som han har givit oss. Så låt oss vara bland dem som följer as-sahaba. Och han säger att våra ulema brukade säga, gällande den här versen, att var bland de tre första och var inte den fjärde. Yani, var bland al-muhajirina wal-ansar. Eller var bland de som följer dem. Och det är det enda som vi kan vara. Vi kan vara bland de som följer dem. Och var inte bland de fjärde. Vilka är de fjärde? De som inte följer as-sahaba. Yani de som kommer att gå under. De som kommer att gå vilse. Så vi är beordrade att följa as-sahaba. Så profeten sallallahu alaihi wasallam har också beordrat oss att följa al-khulafa ar-rashidin. De rätt vägledda kaliferna. Då han sa i ett tal som han höll till sahaba. Ett tal som fick deras hjärtan att skaka till och deras ögon att gråta. Och han sa tyvärr våra hjärtan är inte lika mottagliga som deras. Våra hjärtan är som den här väggen, sa han, hårda som sten. Men sahaba de blev påverkade av förmaningar och de började gråta och så vidare. Och när han gav det här rådet så sa sahaba, ja Rasulallah, det är som ett avskedstal, kan du ge oss ett råd? Han sa, jag ger er rådet att hålla fast vid min sunna och sunnan av de som kommer efter mig. Alltså min al-khulafa ar-rashidin. De rätt vägledda kaliferna. Håll fast vid den med era hörntänder. Addu alayha bin nawajid. Och jag varnar er för nyinförda saker i religionen. Så här beordrade profeten s.a.w. muslimerna att följa al-khulafa ar-rashidin. Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali. Och han sa en viktig sak gällande den här hadithen. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa håll fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. Om man använder lätt matte, hur många sunna är det? Min sunna och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. Hur många är det? 2. Men han sa alaikum sunnati och sunnat al-khulafa ar-rashidin. Tamassaku biha. Håll fast vid den. Singular. Håll fast vid den. Med era hörntänder. Yani, så han menar här att min sunna och khulafas sunna är en. Det är en och samma sunna. Det är ingenting nytt som de kommer med. Språkmässigt, 2. Men han sa här en. Det är samma. Och profeten Salasalem var den som talade bäst arabiska. Och alla hadithen säger samma sak. Håll fast vid en. Denna sunna. Min och khulafas rashidins sunna. احنا قلنا الناس تكتفي بآية وحديث اخشى ان بعض الاخوان يظن انه ما في عندنا الا واحدة آية واحدة حديث لا ليس الامر كذلك عندنا والله ولا 20 آية ولا 20 حديث في هذا الباب في وجوب المتابعة صار سي انا رد att vissa tror att vadå har ni bara ett bevis att vi ska följa sahaba från Koranen och Sunna. Han säger nej, vi har 20-tal bevis, men vi nämner bara det här för att förkorta. Det finns så mycket bevis som helst. Så vi är beordrade att följa denna sunna. Och vi är förbjudna från att följa bid'a. Så vem var de första som förbjöd att man gör en till adhan i moskén?
det var al khawarij som förbjöd att man gjorde en andra adhan. Och han säger att om ni skulle läsa sira, om ni skulle läsa tarikh, muslimernas historia om just den här sekten al khawarij, vad var de för slags människor? Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att ni kommer se ner på eran bön jämfört med deras bön. Yani de kommer göra mer salat än sahaba. Han sa ni kommer se ner på eran fasta jämfört med deras fasta. Och han nämner att Ibn Nawawi, han nämner att al-Khawarij, de gjorde så mycket salat att deras hud blev lika hård som kamelens hud där han går ner. Alltså knäna och armbågarna och så. Det finns som en svart, tjock hud, jättetjock, jättehård. Han sa Khawarij hud blev likadan på ställena där de gjorde sujud. Händerna blev stenhårda av att de gjorde så mycket bön. De fick stenhård märke på pannan av att de gjorde så mycket bön. Och han sa fastan, deras hud blev nästan grön för att de fastade så mycket. De blev så smala att man kunde nästan se, alltså blodådrorna bara syntes för att de fastade så otroligt mycket. Men med allt detta, vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? Han sa, de är de värsta av människor. De är de värsta av människor. De är helvetets hundar. Vart ni än finner dem ska ni döda dem. Och han sa mer än detta. Han sa, om jag lever på den tiden så ska jag döda dem så som Ad förstördes. Ni helt och hållet utrota dem. För han visste vilken stor belöning det finns i att strida mot al-Khawarij. Så låt oss läsa tarikh och kolla på vilka dessa människor var. Det var de som dödade Uthman. När Uthman radiallahu anhu satt och läste Koranen. Den bästa personen på den tiden mördade dem. Och inte bara det, de gick ut och skrek Allahu Akbar, Allahu Akbar. Och var glada över att de hade dödat Uthman. De dödade Ali radiallahu anhu. Och sa Allahu Akbar. Och gjorde poesi att hur stolta de var över att dödat Ali radiallahu anhu. Den bästa människan på jorden som har lovat paradiset. Han säger Majnun, du galen. Du borde ångra dig. Vad har du gjort för någonting för galenskap? Du har dödat den bästa människan som finns på jorden. Subhanallah. Vad är det här för människor som har gått så här vilse? Så vi ska följa Uthmans sunna. Och han säger att muslimerna har följt denna sunna. De har gjort två adhan. Och för 30 år sedan så hände en händelse som ni kanske inte var med om. Men jag var med om den. Jag var med dessa människor bland dem. Alltså i det här samhället. Och det var en fitna som hände i Mekka och i Medina. Juhayman. Fitnan av Juhayman. En person som trodde att han var Mehdi. Och han hade med sig massa människor. Och de tog över moskén i Mekka. De stängde moskén i Mekka. Man gjorde ingen salat al-jama'a. Och ingen adhan i 16 dagar. Och den här Juhayman och hans följe, de sa att alla människor är kuffar förutom vi. De sa vi, det är vi som är på millat Ibrahim, Ibrahims väg. Och resten av människor, de följer Namrud. De är kuffar, de är inte muslimer. Det är bara vi som är riktiga muslimer. Ungefär 250 personer var de. Så de här människorna förbjöd också att man gör en till adhan i den här tiden. Så de var också extrema på det här sättet. Så sheikhen i alla fall, han säger låt oss då följa denna sunna som profeten sallallahu alaihi wasallam har beordrat oss med. Vissa människor säger nej, men vi ska inte göra två adhan, vi ska följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Taib, vad sa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Han sa, följ mig och mina khulafa ar-rashidin. Så genom att göra två adhan så har du ändå följt dem. Så det är inte bidda. Och ingen av ulema har sagt det är bidda från förr. Så låt oss inte följa al-khawarij och de som har gått i deras fotspår. Wallahu alam. في أسئلة مهمة عن ثبات. يقول بعض الشباب وناس يشعر بالضعف في هذا البلد. كيف يقوى الإيمان؟ أسباب تقوية الإيمان. Det finns frågor om hur man kan få stark iman i dessa länder och dessa tider. För folk ibland får svag iman. العلم الموروث. أعظم أسباب العلم والتعلم والثبات وإيقاظ القلوب هو أن تسلك طريقا واحدا وهو العلم الموروث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة فقط، وتترك هذه العلوم الكثيرة القيل والقال وكثرة السؤال، هذه كلها لا بد أن يهجرها الإنسان، يرجع إلى القرآن ويرجع إلى السنة، يرجع إلى سير الصحابة كيف كانوا، يحيي هذا في قلبه. لا بد من إحياء القلب بما جاء في القرآن من سير وقصص الأنبياء مع الأمم والأقوام، وما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم ما جاء عن الصحابة،
سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذه هي من أعظم أسباب الإصابة والنجاة والنجاح والثبات على دين الله تبارك وتعالى. أما إذا ابتغينا يعني الدين والعلم والثبات في غير هذا فلا شك أنها أو أننا نتبع وساوس الشياطين والعياذ بالله وما أكثرها. وأيضا العمل أو الجانب العملي في حياة الإنسان له أهمية عظيمة جدا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، حديث عظيم يمثل يعني يقرب إلى الأذهان حقيقة هذه الحياة وحقيقة وجودنا في هذه الحياة. يقول عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو. سبحان الله، كل يعني أنا، نعم أنت، كل الصغير والكبير، فبائع نفسه، يعني كل الناس يقضي وقته عمره حياته أيامه لياليه ماله شبابه قوته صحته كلها يبيعها بيع مزاد، من يشتري؟ كلنا خارجين في الدنيا هذه إيش نعمل؟ نبيع. إيش نبيع؟ تبيع حياتك، تبيع الأيام، عمرك هذا 50 60 70 سنة أنت جالس تبيع فيه. نتصور هذا يا أخوان، نتعايش مع ألفاظ الحديث. مثل نفسك أنك أنت بياع راعي دكان، لكن ماذا تبيع؟ تبيع وقتك، تبيع عمرك. صح الصغير يفرح يقول كبرت، ما كبرت، راح العشر سنوات هذه راحت بعتها، 20 سنة مضى من عمرك، معناها 20 هذه إيش بعتها. لكن اسأل نفسك ماذا قبضت ثمن هذا البيع؟ وش اللي حصلت عليه؟ أعمارنا نبيعها، صحتنا، حواسنا، نظرنا، سمعنا، بصرنا، عقلنا، كله قاعدين نبيعه. لكن طيب وش أخذت؟ مثل اللي يطلع للسوق يبيع 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 يرجع آخر يوم ها وين إيش بعت؟ ما في. الخيبة والخسران يوم كامل في الأسواق، ما حصلت شيء، ما حصلت شيء. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات بس يا أخي، ها هكذا جملة: كل الناس يغدو فبائع نفسه. أنا نبيع نفسي؟ إي والله، أنت أنا كل منا يبيع نفسه، لكن ما تشعر. ليه؟ مشغول، حياة مادية، حياة حسية أكلت قلوبنا يا أخوان، أكلت الجانب المعنوي في حياتنا كلها. كل الناس يغدو يعني في هذه الدنيا، في هذا السوق، الدنيا سوق، فبائع نفسه. أنت بايع بايع، لكن شوف إيش إيش قبضت. قال: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لا، كلمتان يا أخوان. كل البشر، إما أنه يبيع عمره كله وصحته وقوته فيعتق نفسه، أخذ العتق، اللي قبض إيش؟ شهادة عتق، أعتقت نفسي. من ماذا؟ من غضب الله، من سخط الله، من عذاب الله، من نار الله، كل عتق. أنا العتيق، أنا المعتوق، أعتقت نفسي. البيع يسوى ولا ما يسوى؟ يسوى. خذ 50 سنة لكن أعطني إيش؟ البراءة والعتق من العذاب والسخط والكل، من كل ألوان العذاب والسخط والنار. والنوع الثاني: أو موبقها، باع عمره ودفع العمر هذا كله ثم أوبق. لا إله إلا الله، يعني دسها، حطها في الطين، حطها في الذل، حطها في العذاب، حطها في الهوان، حط. سبحانك ربي، دفعت عمري وما استفدت، بل
ازددت خسارة على خسارة، يعني ضيع عمره وضيع مآله. أما ذاك ضيع العمر، قدم العمر وأخذ البراءة والشهادة. يا أخوة، كل الناس يغدو فبائع نفسه. اليوم إذا قالوا لك تبيع عينك تبيع، تقول لا أنا ما نبيع. أنت قاعد تبيع بدون ما تشعر. يجيك واحد يقول لك نبغى كلية تبيعها، تقول لا ما نبيع نفسي. والله أنت جالس تبيع نفسك بدون ما تشعر. هذه الأوقات التي تنقضي من عمرك بيع، والله بيع. بعت صحتك، بعت نشاطك، بعت قوتك، بعت كل شيء. المهم النتيجة، النتيجة يا عبد الله، النتيجة إما أنك تأخذ البراءة تعتقها أو توبقها. يقول العلماء، يقول سبحان الله، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بائع نفسه، يعني الفعل يرجع لمن؟ أنا اللي بعت. بعدين فمعتقها، أي هو الذي يعتقها وهو الذي يوبقها. إذن المسألة كلها ترجع إلى فعلي، إلى عملي. يقول علماءنا، يقول اسمع الحديث هذا وتعال اسمع الآن قول الله تبارك وتعالى. وإحنا قلنا أمس، يعني إذا جاء الحديث وجاءت الآية، يا شيخ حاول أنك تشغل المكاين هذه كلها، كل شيء، العقل، القلب، خلي كل شيء يتفاعل. لأن والله إذا جاءت الآية وجاءت الحديث والقلب ما يعني ما فتح القلب، إذن هذا القلب ما لن ينفتح أبدا يا أخوان، حديد خلاص. ربنا عز وجل في آية واحدة نسوقها فيها بيان عظيم وربط مع هذا الحديث. يقول الله عز وجل، وهذه الآية كلنا نحفظها، لكن مصيبتنا ما نقف عندها. ممكن أحيانا نتغنى كذا ونهز الرأس، لكن هز القلب ما فيه. هذا الفرق يا إخوان بين الصحابة وبيننا، هذا الفرق بين الأولين، بينهم وبيننا. لذلك الله عز وجل، شوفوا من أوائل الآيات في القرآن اللي تأمرنا بالمتابعة، وإحنا قلنا الآيات كثيرة جدا، يقول الله عز وجل، وإذا قيل لهم، أي لجنس الناس والمخالفون، آمنوا كما آمن الناس. كلمة الناس هذه بإجماع المفسرين الصحابة، يعني الأصل في الإيمان أن يكون إيمانك كإيمان الصحابة، اتبع. وهذا الفرق بيننا وبين الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس الصحابة. ربنا عز وجل في كل مكان في القرآن يربطنا بمن؟ بالصحابة. يقول شيخنا، طلعنا عن الموضوع شوي ما عليه، شيخنا تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان يعني يتعارك مع المشايخ، يغضب غضبا شديدا جدا إذا جاء أحد. وحصل هذا يوم مع الشيخ أبو بكر الجزائري، شيخ كبير، أبو بكر جابر الجزائري شيخ كبير، لكن تقي الدين أكبر رحمة الله عليه، ما في كلام. فجاء الشيخ أبو بكر الجزائري يقول له، يا شيخ، في رجال يعني يريدونك. يغضب، يعني سبحان الله، تفاعل عجيب. ليش زعلان يا شيخ؟ في رجال يريدك عند الباب. قال لا تقول رجل، ما في رجل، احنا عندنا عادي، يا رجل تفضل، يا رجل ادخل، يا رجل. يقول رجل يعني صحابي، بعد الصحابة ما في رجال يا شيخ. يقول والله ما في. يقول هذا قول الله جل وعلا، رجال صدقوا ما عاهدوا. الصحابة واللي بعد الصحابة إذا اتبعوهم فهم تبع في الرجولة، ما هم في الأصالة. يعني الرجولة في الناس بعد الصحابة تبعية وليست أصالة. الأصالة في الرجولة الصحابة. إخوان فعلا تدبر. إحنا اليوم عندنا عادي، كله عند العرب صابون. راح الرجال وجاء الرجال، رجال لا تقول رجاء، والله لو كان الشيخ تقي كان يمسكك من هنا. لا تقول، كيف تعرف أنه رجل؟ كيف عرفت أنه رجل؟
قل ذكر، هكذا كان يقول رحمة الله عليه. إياك أن تقول أنه رجل إلا إذا عرفت أنه متابع. هذا معنى الآية يا أخوان، هذا هو القرآن. لا يستحق وصف الرجولة إلا من كان تابعا للصحابة في دينه وإيمانه وإسلامه. إيش نقول يا شيخنا؟ قال قل ذكر، الله عز وجل خلق الناس من ذكر وأنثى، قل ذكر قل أنثى، لا تقول رجل، رجل لا تقول. القرآن كله يا أخوان والله، والأحاديث كلها يا أخوان تربط الخلق والأمة كلها بمن؟ بالصحابة. هذه القلوب إذا ما امتلأت بحب الصحابة لا خير فيها، قلب ميت. الشاهد يا أخوان نرجع لموضوعنا، عندنا آية في القرآن جميلة جدا، والقرآن كله جميل وجمال. يقول الله عز وجل ونفس وما سواها. من سواها؟ هو هو. هنا الضمير لمن؟ لربنا جل وعلا. فألهمها فجورها وتقواها. هذا الشق من الآية، هذا الشق من الآية يتعلق بمن؟ بربنا جل وعلا، بربوبيته وفعله وخلقه وحكمته، لا إله إلا هو. خلق النفوس هو، ثم بعد الخلق سواها، ومن التسوية ألهمها مواطن الفجور ومواطن التقوى، بين له معالم وطريق الفجور ومعالم وطريق التقوى، بين إن هديناه النجدين، هذا نجد وهذا نجد، واضح معلوم وضوح، ما فينا واحد على وجه الأرض إلا ويعرف أن هذا الفعل خير وأن هذا الفعل شر. ألهمها، اللي على الله قد فعله وأتمه وأكمله، لا إله إلا هو. الشق الثاني من الآية على العبد، انتهى باب الربوبية، باب الخلق، باب الهداية، انتهى. تعرف الخير وتعرف الشر، تميز، التمييز عندك ما دام خلقك ربي، إذا جعل فيك إيش؟ طرق الغواية وطرق الهداية. فألهمها موجودة، إلهاما موجود في كل نفس، الباقي على من؟ الباقي عليك يا عبد الله. شوف الآية بعدها مباشرة ماذا قال فيه ربنا جل وعلا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من؟ من 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 الناس، من الناس نفسه. من زكاها؟ وقد خاب من دس. والله يا أخوان شوفوا التطابق الجميل، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قد أفلح من زكاها. إذن الدور على من؟ علي أنا، الجانب العملي، أنا الذي أسعى لأنمي وأقوي جانب تزكية، السمو، الرفعة، ارتفع عن السفاسف، ارتقي إلى الكمال، إلى العلو والمعالي. قد أفلح، أفلح وفاز وأنجح ونجح وحصل على الفلاح والنجاح والصلاح كله. من؟ إذا زكى هذه النفس، سما بها وعلى بها إلى المعالي والكمال. كيف؟ بطاعة الله ومخالفة الشيطان. وقد خاب من دس. دس سبحان الله، شوف الكلمة، هنا زكى وهنا دس، كلمتان متعارضتان هكذا. كيف الإنسان يدس نفسه؟ إذا اتبع الهوى، دس نفسه، باع نفسه. باع ولا ما باع؟ قضى عمره كله في الشهوات والأهواء وطاعة الشيطان والملذات وغيرها، ونسي العاقبة. قد أفلح من زكاها، المسألة كلها عليك أنت يا عبد الله.
وقد خاب من دساها. الدور عليك، ربنا عز وجل هداك، ربنا عز وجل بين لك الطريق، ربنا عز وجل أنزل عليك القرآن أعظم كتاب، أرسل لك محمدا أعظم رسول. إيش تبغى أكثر من هذا؟ إيش تريد؟ وهذا إحنا الآن على أبواب رمضان، أبدا على الأبواب، مصيبة إذا كنا ما نستشعر أنه رمضان جاي. بعض الناس ما يدري عن رمضان إلا لما يعلن أو يضرب عندنا، يضرب المدفع عندنا في البلاد، إذا جاء رمضان ليلة رمضان وليلة العيد اشتغلت المدافع بو بو. إيش فيه؟ رمضان. أوه انتبهنا رمضان، هذه مصيبة، والله مصيبة. خاب وخسر من لم يعرف أو ينتظر أو يتلهف على بلوغ رمضان. فرصة، لأنها فرصة عظيمة للمغفرة. ربنا عز وجل في الليل وفي النهار يناديك وأنت مجفل. استحي، والله استحي. رمضان، ربنا عز وجل يخلي الملائكة كلها تنزل، والروح وجبريل، الدنيا كلها اللي في العلو في السماوات تنزل، يريدون القرب والدنو منك. أنت اقترب، التفت قليلا، ارفع رأسك، ارفع من الأرض. إلى متى وأنت رأسك في الأرض؟ مثلك مثل البقر يا شيخ. شوفوا الأبقار، عندنا الأبقار هكذا دائما تدور الأكل مسكينة. الأبقار عندكم في أوروبا البقرة رأسها دائما وين؟ أنا أظن هذه الرقبة ما ترتفع، خلاص جمدت هذه الرقبة، العمود الفقري حق الرقبة هكذا دائما تحت، وتأكل تحت وتأكل، تتعب تنزل تنام وفي مكانة تأكل، بعدين تنبطح على جنبها وتأكل تأكل تأكل تأكل، الأكل كثير. إلى متى رأسك في الأرض؟ ارفع يا شيخ، رمضان جاي، رمضان على الأبواب، مغفرة الذنوب، ربنا عز وجل يناديك وأنت معرض يا مسكين. رمضان لا يراد منه إلا مغفرة الذنب. ذكر الحديث الشيخ حفظه الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال آمين، وهذا الحديث عظيم يا أخوان، الحديث عظيم، رواه البخاري ورواه مسلم وغيرهما. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال آمين، فانسكت شوي ثم قال آمين. نبي، والله لا يقول كلمة إلا في موضعها. الصحابة استغربوا، لكن خلاص. ثم قال الثالث آمين، ها يا رسول الله. قال أتاني جبريل آنفا، وأنا صاعد على المنبر جاءني جبريل. الصحابة ما سمعوه ولا رأوه، ليه؟ ها، لماذا؟ جبريل عالم غيب، جبريل من عالم الغيب. أنت تقدر تشوف عالم الغيب؟ لا. الرسول سمع والرسول رأى جبريل، والصحابة كلهم جالسين وعيونهم مفتحة وأذانهم مفتوحة، لا سمعوا ولا غيب. نؤمن بالغيب كما نؤمن بالشهادة يا أخوان. قال أتاني جبريل آنفا ثم قال لي يا محمد لبيك. في رواية قال رغم أنف امرئ، يعني فيها زيادة، زيادة تشديد على هذا الإنسان. أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. أبوك وأمك يدخلونك الجنة؟ أي والله. خاب وخسر من أدرك الوالد أو أدرك الوالدين أو أحدهما ثم لم يكونا سببا في دخوله الجنة. أبوك يا عبد الله باب إلى الجنة، والباب مفتوح، تدخل ولا ما تدخل؟ إذا شفنا باب جنة ومفتوح ندخل ولا ما ندخل؟ لكن كثير من شباب اليوم لا يدخلون، يقول أبوي عقليته قديمة، أبوي ما يفهم، أبوي ما يعرف يعني إيش يحتاج الناس والشباب، عقليته عقلية شايب، ما هو بعقلية شباب. قبعك الله، بابك إلى الجنة،
أمك يقولوا أمي عقليتها عقلية العجزان، عجوز عجوز أنت، خبت والله وخسرت. رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، يا محمد قل آمين. فقلت آمين. خاف يا عبد الله، والله الحديث هذا يخوف يا أخوان. الواحد يتمنى أنه الآن يكون أبوه وأمه أحياء حتى يعمل شيئا، يدخل من بابه، هما الأبواب. الإنسان يخاف، ليه يخاف؟ الداعي جبريل والمؤمن محمد. جبريل يدعو ومحمد يقول آمين. واصلة ولا ما هي واصلة؟ والله واصلة. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. مجرد أنك تدخل في رمضان وتدرك رمضان ولا وثم يخرج رمضان بلا مغفرة، دعا عليك جبريل. وأمن من؟ محمد. يا ويلك، والله الويل لك من دعاء جبريل وتأمين محمد واستجابة الله تبارك وتعالى. الثالثة يا محمد، يا نبينا، يا نبي الرحمة، الثالثة قال له جبريل، قال: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل اللهم صل على محمد. قل آمين. قال: قلت آمين. تذكر أن الداعي جبريل والمؤمن محمد. حد يفلت؟ والله ما حد يفلت. يدركك ذلك لا محالة، لا محالة في الإدراك. فيا أخوان، رمضان جاي ونفحات الله عز وجل والله كثيرة. لو نبي نتكلم في رمضان الكلام ما ينتهي يا أخوان. وكان شيخنا شيخ ابن عثيمين الخطب الأربع واللي قبل رمضان ورمضان كله يتحدث في رمضان، والله ويخرج رمضان وما انتهى في خطب الجمعة. رمضان وعلمان يتوقفون عن الدروس كلها في رمضان للتفرغ للعبادة وقراءة القرآن. هكذا كان الصحابة، اقرأ في التاريخ، والله جاء في التاريخ أنهم شهور شهور وهم يدعون الله: اللهم بلغنا رمضان، يا رب مد في أعمارنا حتى ندرك رمضان. واليوم الناس يجي رمضان وهي ما تعرف أنه رمضان جاء ولا رمضان راح. يا أخوان، مصيبة، والله مصيبة، مصيبة أن رمضان يأتي ولا يغفر لنا. اعذروني يا أخوان، أرجو المعذرة، بارك الله فيكم. فالشاهد يا أخوان اللي علينا كثير، ما هو قليل، لكن احنا تعودنا أنه الهداية من الله. نعم الهداية من الله، لكن العمل منك أنت، الدور عليك أنت. الهداية جاءت خلاص، ايش تبغى هداية أكثر من قرآن وأكثر من محمد صلى الله عليه وسلم؟ مجنون أنت؟ والله ما فيه أعظم من القرآن، ما فيه، وأعظم من محمد هادي ونذير وبشير، والله ما فيه، وأعظم من الصحابة في الامتثال، والله ما فيه، والله ما فيه. بعد الأنبياء ما في مثل الصحابة. تقرأ في تاريخهم، شوف كيف طبقوا القرآن، كيف فهموا القرآن، كيف فهموا السنة، كيف طبقوا السنة. رجال رجال، مثل ما قال الشاعر: الواحد منهم بألف، كم من رجال تعد بألف ألف، وكم من ألف ألف تمر بلا عد، نستخسر فيهم العد. ألف ألف يعني مليون، ونستخسر فيهم العد. كان الصحابة رجال، الواحد والله بألف. ليه؟ يا فهموا القرآن، طبقوا القرآن، فهموا السنة، طبقوا السنة، وحياتهم بين أيدينا. والله يا أخوان شهور وهم توسل وتضرع إلى الله: اللهم بلغنا رمضان، يبكون. ثم إذا جاء رمضان، شوف شوف الرجولة، الليل والنهار، لأنه لا شك، وهذا يعني معذورون. لماذا؟ لأنهم رأوا محمدا عليه الصلاة والسلام. محمد حياته كلها جد، لكن إذا جاء رمضان محمد تغير في الجد و
والاجتهاد، وإذا جاءت العشر الأواخر لا إله إلا الله، اتصال بالله، انقطاع عن الدنيا وما فيها، لا مجالس ولا سواليف ولا نساء ولا فراش ولا نوم ولا أي شيء، اتصال بالله جل وعلا. الملائكة كلها هنا قريبة، وأنت شغال في الطعام والشراب. احنا اليوم إذا جاء رمضان وقبل رمضان نستعد لرمضان بماذا؟ طبخات معينة، أكلات معينة، بضائع معينة، أنواع معينة من الطعام والشراب، نسأل الله العافية يا أخوان. كانوا يجدون ويجتهدون حتى إذا خرج رمضان جلسوا يبكون يتوسلون يتضرعون إلى الله، اللهم تقبل ما كان منا في رمضان. راح رمضان، رمضان راح، رمضان بيجي يا أخوان وبيروح سريع جدا. إذا لم يغفر لك في رمضان احذر من دعاء جبريل وتأميني محمد، والله الدعوة ما تفتلت، والله ما تفوت. لما دعاء من جبريل وتأمين من محمد عليه الصلاة على المنبر وفي المسجد؟ احذر يا عبد الله، العمل مطلوب. قد أفلح من زكى، أنت الذي تزكي نفسك أو أنت الذي تدسها تحت التراب وفي الأوحال؟ المسألة كلها فيك أنت. أسأل الله أن يوفقني وإياكم. So, frågan gällde hur man kan bli stark på religionen. Och vi förkortar lite inshallah. Han säger den största och viktigaste orsaken till att bli stark på religionen och att få ett friskt hjärta är att ta del av den kunskapen som profeten sallallahu alaihi wasallam har lämnat efter sig. Att vi lär oss denna kunskapen om islam. Han säger det finns mycket kunskap idag som folk sysselsätter sig med. Och mycket qil wa qal, han säger och hon säger. Mycket frågor, eller mycket onödiga saker. Och han säger det här ska vi lämna. Det är inte något som gör människan stark. Utan vi ska gå tillbaka till Koranen, till sunna och det som salaf var på. Låt oss reflektera över de berättelser som finns i Koranen om tidigare profeter och folk. Över profetens liv sallallahu alaihi wasallam. Och låt oss läsa sira av sahaba radiyallahu anhum. Hur de levde, hur starka de var i religionen. Det här är bland de största orsakerna till att bli stark på religionen. Och vi ska inte söka detta i någon annanstans. Vi ska inte söka stark iman från någon annan källa än dessa källor. Koranen och sunna och det som salaf var på, deras liv. Och allt annat som folk tror gör en stark i religionen, det är bara wiswas från shaitan. En annan orsak som gör människan stark i religionen är att agera på kunskapen som vi har. Och här nämner sheikhen att vi ska reflektera över en väldigt stor hadith, en viktig hadith som har nämnts i Sahih Muslim. Där det nämns hur vi ska förhålla oss i det här livet, hur vi ska vara i det här livet. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att alla människor ger sig ut på morgonen för att sälja. Så chefen sa, vad är det människan säljer under hans vardagliga liv? Vad är det man säljer för någonting? Vad är det vi säljer för någonting? Han säger, det är ditt liv som du säljer. Dag och natt, den tiden som du lever i, du säljer den här tiden. Du kanske lever 60 år. Så vad är det du säljer för någonting? Det är ditt liv som du säljer. Och han säger att den här hadithen är väldigt viktig. Låt oss reflektera över den här hadithen. Du kommer sälja. Och när du säljer så antingen tjänar du eller så förlorar du på det du har sålt. Han sa, tänk dig själv att du har en affär där du står och säljer. Du säljer från ditt liv. Antingen kommer du vinna eller så kommer du att förlora. Tänk om du går från marknaden utan att ha tjänat någonting. Det är förlust, eller hur? Hela det här livet som du har sålt från din tid. Antingen så tjänar du eller så förlorar du. Så han säger att den här dunja är en suk, det är en marknad. Och du är en person som ska investera i den här marknaden med ditt liv, som är ditt kapital. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam i hadithen, samma hadith, och det finns de som när de säljer sitt liv genom detta räddar sig själva eller låter sig själva gå under. Yani, människor är av två kategorier. De som genom att sälja sitt liv i gott räddar sig själva. Räddar sig själva från Allahs straff, från Allahs vrede, från allting dåligt. De får sig som ett intyg att de är räddade. De har vunnit. De har satsat 50 år av livet. Och de har vunnit att de blir räddade från elden och Allahs vrede. Och det finns de som slösar bort livet.
i synder och att följa shaitan och sina lustar och sin shahawat. Vad händer med dem? Allting går att spilla. De förlorar detta liv och de förlorar nästa liv. De får ingen belöning. Och sheikhen han sa här. Han sa om någon skulle fråga dig, vill du sälja ditt öga? Vad skulle vi svara för någonting? Vill du sälja ditt öga nu? Alla skulle säga nej. Vill du sälja din lever? Vill du sälja ett ben? Alla skulle säga nej. Men vare sig du vill eller inte, så håller du just på att sälja från ditt liv. Och investera i gott eller ont. Så låt oss kolla på vad vi investerar i och vad vi gör med detta. Och sheikhen nämnde också en viktig sak här. Han sa, vi läser haditherna men vi förstår inte vad vi läser. Vi läser koranversen men vi förstår inte vad vi läser. Vi kanske bara sitter och rör på huvudet, men vi måste tänka på vad vi läser för någonting. Här så sa profeten s.a.w. att det är du som räddar dig, eller det är du som leder dig själv till undergång. Du själv som väljer om du vill vinna eller förlora. Och han nämnde att det finns en koranvers som också överensstämmer med den här hadithen. Som är exakt som den här hadithen. Och han nämnde att, återigen, att vi måste reflektera över koranen. Och han sa till exempel, som sahaba radiyallahu anhum, då Allah ta'ala säger att ni ska tro så som folket har trott. Allah säger i Koranen, tro så som folket har trott. Vilka är folket? Han säger, våra ulema säger, det är sahaba. Kolla hur vi lär oss från den här versen, att vi måste följa sahaba. Vi ska tro så som de har trott. Det är ett bevis på att vi måste följa sahaba i allting. Vi kanske bara hör den här versen, men vi förstår inte vad som menas med versen. Man måste reflektera. Vad är det som menas? Jo, vi ska tro så som sahaba har trott. Och han säger att om du vill ha riktig iman, så ska din iman vara som sahabas iman. Och att Allah ständigt för oss tillbaka till det som sahaba var på. Och det är dem vi ska följa. Och han säger, en av våra shiukh, Sheikh Taqiyuddin al-Hilali, han sa att han blev väldigt arg en gång när en annan sheikh i Medina som heter Abu Bakr al-Jazari sa till honom att det finns en man vid dörren som vill träffa dig. Han sa, säg inte man, säg inte rajul. Och han sa, varför? För att Allah Ta'ala säger att det finns de män som inte distraheras av la tulhihim tijaratun. Han man rajul eller dhakar? Ma wasalna. La fil lugha yani. Rajul yani man. Man زي انجليزي. رجل يعني يقولونها للجميع يعني. لا man woman يعني. لا لا مخالفة بين الذكر والأنثى يقولوا man woman ولا لا؟ إيه عندنا إيه. والرجل الرجل. إيه تقول بالسويدي كون رجل يعني كون man. ما man لقي صح. فلا كل هال. Så sheikhen han sa den här versen att det finns de av män som inte distraheras av sin affär, av världsliga saker. Yani, vilka var de här männen? Det var sahaba. Han sa så, Allah Ta'ala han sa här att de riktiga männen, det är de som är som sahaba. Antingen sahaba eller de som följer sahaba. Och hur vet att den här personen vid dörren är bland de här människorna? Säg inte man, säg istället dhakar. Säg istället mask, att det är en person typ. Att det är en person vid dörren. Säg inte en shakhs. Shakhs. Shakhs, låt oss säga rajul. Du kallar unsa även? Dhakar, man kallar det svida. Yani person. Säg istället att det finns en person vid dörren. Säg inte att det finns en man vid dörren. Därför måste du lära dig arabiska. Så att ni förstår skillnaden på dessa meningar. Tara, det här är wasiyat Umar. Wasiyat Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an. Jag säger, ta'allamu al-arabiya fa'innaha min dinikum. Aj wallah, la shak, ta'allamu al-arabiya juz'un min ad-din. وأنا دائما أقول للإخوان في أوروبا وبريطانيا، أقول إحنا تعلمنا العربية لأنها لغة الآباء والأجداد، يعني ما في لغة. لكن أنتم الآن لما تتعلموا العربية وهذه نيتكم أنها للدين، والله حتى في تعلم اللغة العربية أجر عظيم جدا. فرق، إحنا لا، إحنا تعلمنا حتى نتقن العربية، نتقن يعني ألسنة الآباء والأجداد، وهذه ما تنفعنا. أما أنتم تنفعكم حتى دراسة اللغة العربية تنفع، وهي من دراسة الشريعة. تعلموا العربية فإنها من دينكم. هذه كلمة عمر رضي الله تعالى. سرورت أن يسكلم أوس عربيسكا، وسمع عمر بكده سير لارير عربيسكا في الآف من رليونا. والشيخ حفظه الله أن صاعت في لا دوس عربيسكا برفت يعني برفف العربي. من Jag säger alltid till bröderna i Europa, när ni lär er arabiska så kommer ni att belönas för det. För ni lär det, ni lär er arabiska för religionens skull. Så mitt råd är att lära er arabiska.
Och sen sa sheikhen att vi återgår till den här versen som har med hadithen att göra. Att man antingen säljer, man säljer sitt liv, antingen så vinner man eller så förlorar man. Han säger den här versen är väldigt, väldigt vacker. Och hela Koranen är vacker. Och det är den här versen, verserna från surat al-Shams. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا. Allah Ta'ala säger att vid själen och han som skapat den. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا. Att han lärde människan det som är fel och det som är gott. Det som är synd och det som är Guds fruktan. Som Allah också säger i Koranen. إِنَّ هَدَيْنَهُ نَجْدَيْنَ. Att vi har visat honom de två vägarna, gott och ont. Allah är perfekt, han har skapat människan och han har visat honom vad som är gott och vad som är ont. Sätt ner Koranen, profetens exempel alaihissalam och sahabas exempel. Så det, resten ligger på oss. Så han säger den här delen av ayan går tillbaka till Allah Ta'ala. Och sen, vad det Allah Ta'ala säger efter den här versen, den har med oss att göra. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَ. Gällande själen. Personen som renar själen, personen som renar själen kommer att få framgång. Och personen som smutsar ner sin själ kommer att förlora. Och här sa han den här färgen att Allah Ta'ala har visat rätt och fel. Men sen är det upp till oss. Allah tillskrev det här till människan. Att det är antingen människan själv som väljer att rena sig själv eller att gå under. Det är upp till oss. Det är vi som väljer om vi vill få framgång eller om vi vill gå under. Så vi måste försöka att rena våra själar, att teskia, att höja upp våra själar genom att lyda Allah Ta'ala. Genom att följa Allah Ta'alas beordringar och att gå emot shaitans beordringar. Och hur förnedrar man sig själv? Jo, genom att följa sina lustar och sina begär, genom att lyda shaitan. Så det är vårt ansvar att antingen rädda oss själva och rena oss själva, eller om vi väljer att gå under. Att följa Allah Ta'alas bok och profetens exempel sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala har sänt ner så mycket gott, Koranen och Sunna. Så det är bara upp till oss sen att följa vad som är rätt och vad som är fel. Så sheikhen han nämnde till exempel här nu, Ramadan kommer. Det är på väg, det är bara några dagar kvar. Är vi förberedda för Ramadan? Han säger vissa människor bryr sig inte. De fattar att det är Ramadan när man skjuter i kanonen. I arabiska länder de har en kanon som går av på natten för att visa att imorgon är det Ramadan. Då säger folk, vad är det för ljud? Då säger de, det är Ramadan, ah, okej, imorgon ska vi inte äta. Han säger, nej, vi måste vara förberedda som sahaba radiyallahu anhum och salaf. De brukade be till Allah, och Allah, låt oss få uppleva denna Ramadan som kommer om flera månader. De förberedde sig för att Ramadan skulle komma. Och när Ramadan var slut och Allah accepterar våran fasta. Han säger, vad är vi jämfört med dessa människor? Han sa, vi ska inte vara som folk som kossorna som bara betar, har huvudet nere, utan vi ska ha huvudet uppe och vänta på att Ramadan kommer. Allah Ta'ala sänder ner änglarna i den här månaden. Det är månaden av rahma, barmhärtighet och förlåtelse. Och han sa, nämnde den här hadithen som nämndes i khutban, där profeten sallallahu alaihi wasallam stod på minbar och han sa amin, amin, amin. Och sahabat frågade, varför sa du amin för? Han sa, för att Jibril kom till mig. Och han sa, Jibril gjorde dua. Och han sa, ماذا قال Jibril för dua الأول عن الوالدين؟ رغم أنف نعم. Vilken förlorare personen är vars föräldrar lever under hans liv och de får honom inte att gå in i paradiset. Vilken förlorare han är. Personen vars föräldrar lever under hans liv, men de får honom inte att gå in i paradiset. Och då så sa profeten sallam, amin. Att han är ragim anf, det är typ man klandrar en person. Han gjorde dua mot personen. Och han sa här, sheikhen, Jibril gör dua och profeten Muhammed sallam säger amin. Vad tror ni om svaret? Tror ni att den är besvarad eller inte? Den är dua besvarad. Och vad är det då som menas med att en person, kan man gå till Jannah på grund av sina föräldrar? Han säger ja. De är en av dörrarna till paradiset. Att lyda och lyssna på sina föräldrar. Man säger tyvärr många ungdomar, de ser ner på deras föräldrar. De säger, pappa är gammal, han fattar ingenting. Han hänger inte med i utvecklingen. Mamma också, gammal tant, hon förstår inte vad som händer. Han säger, nej, jag önskar att mina föräldrar levde så att jag kunde ta hand om dem, så att de kunde vara en anledning till att jag kommer till paradiset. Och sen så sa han i fortsatta hadithen, den här duan, och ragima anf, personen som upplever Ramadan men inte blir förlåten för sina synder. Yani, personen som fastar i Ramadan men inte blir förlåten för sina synder, profeten sa han gjorde dua mot honom. Den här personen är en förlorare. Och sen den sista, att ragima anf, han gjorde dua mot personen som hör ditt namn men inte säger sallallahu alaihi wasallam. Den här personen är också någon som
man har gjort dua emot. Och den här duan är accepterad. Så vi måste vara på vår vakt. Han säger, kolla hur Uthaymin radiallahu anhu var förberedd, rahimahullah, var förberedd inför Ramadan. En hel månad innan, varenda khutba handlar om Ramadan. Hela Ramadan, det handlar om Ramadan, hans khutab. Till och med han inte ens pratar färdigt om Ramadan. Han säger, när Ramadan kommer till ulema, de lägger ner allting. Inga mer föreläsningar, det är bara läsa Koranen och dyrka Allah ta'ala. Så var salaf, Allah al-musta'an. Och sahaba radiallahu anhum, de var också likadana. De strävade i att dyrka Allah ta'ala i Ramadan. Och vem var deras förebild? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som det har nämnts, att han blev en helt annan människa i Ramadan nästan. Han ändrade sig, och speciellt de 10 sista dagarna, och han spände bältet, sov inte, var borta för sina fruar och dyrkade Allah och bad hela nätterna och så vidare. Han säger, vart är vi jämfört med dessa? Låt oss vara bland dem som ber att Ramadan ska komma och sen ber att Allah ska acceptera vår Ramadan efter att den har försvunnit. Sual fiqhi. لعاب الكلب الأسئلة القصيرة هذه. لعاب الكلب إذا يأتي على الملابس كيف يغسل؟ كيف يزال لعاب الكلب على الملابس؟ يعني العانية هذا شيء ثاني، ممكن على الملابس كيف يزال؟ هل تمام بورت هند سليب من كلادنا؟ مثل الأواني يغسلها 7 إحداهن بالتراب. Som skålar, men de ska då tvätta, man ska då tvätta kläderna 7 gånger och en gång med tråd med jord. الماكينة التغسيل المغسلة الكائن والأدوية والكيماويات ولكن تبقى السنة هي السنة يا أخوان سواء كان اللعاب يعني في الثياب أو في الإناء فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا نحن قوم إذا جاءنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش نقول سمعنا وأطعنا نعم شيخنا سيأتي فلي حديثا Där profeten sa att han sa att man ska tvätta skålarna 7 gånger och en gång med jord. Okay. Han säger att vi nöjer oss inte med tvättmaskiner utan vi följer profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jag säger att om man har hittat turab, vad kan det vara? Om man inte har jord, hur ska man då göra? Var är det han lever? Bor han i luften eller? Varför hittar han inte jord för? Jag säger att jag يعني ينزل شوي إلى الأرض ويروح عند الزروع. هذا يكون ثلج يعني الأرض مجمد ما في ما يستطيع يأخذ تراب. شيل الثلج فيه تحته تراب. لكن يكون حجر ما مستحيل. كل مكان هكذا؟ برا يكون هكذا في شتاء في شدة البرد. إذن خلاص أنتم يا أهل أوروبا لابد كل واحد منكم يكون عنده إناء صغير يحط فيه تراب في فصل الشتاء في البيت داخل في المطبخ يا شيخ. لأنه عندكم مشكلة الكلاب. الكلاب كثيرة جدا. الكلاب كثيرة جدا لذلك لابد تحتاطون. مثل المريض اللي يحتاج التيمم عندنا دائما في أواني خاصة يملوها تراب ويجيبوها يحطوها عند المريض عشان يتيمم. في المستشفى ما يستطيع يخرج. وما عنده من يعني يأتي معاه في كل صلاة عند كل فريضة فعبدنا موجود إناء فيه تراب رمل ونحطه عند المريض هذا المريض نايم هنا وهذا التراب هنا تيمم فاللي عند اللي عنده كلاب والكلاب قريبة منه ويباشرها وتباشره لابد يحط عنده إيش مثل ما تحط صابون تايد ولا مو تايد عندك شو عندكم أريال أياكس تحط أريال في البيت حط أيضا صابون تراب في البيت عندك سيس نوت في البيت هما سكول ها ان سكول مي جود هما او دو اوم يس اوف الشيخ في سؤال مهم هنا قبلة أحيانا في بعض المساجد في زي هذا انحراف قليل هذا في انحراف يعني في حصل اختلاف فبعض الشباب يعني ما يصلوا هذا ما في انحراف يا شيخ والله هكا ما ادري إذا كان انحراف قليل هل يعني يفسد الصلاة؟ نتعمد ما ينفع. وما يرمي نتعمد ما ينفع. نجتهد نحاول ولا شك الأصل هنا في بلادكم جنوب غرب يعني تعرف الشرق وتعرف الغرب تعرف الجنوب دائما القبلة يعني ما بين الجنوب والغرب هكذا. نعم أما إذا كان الانحراف عظيم وكبير ونتعمد أو ما نهت لا. نحاول نجتهد قدر الاستطاعة أن نصيب يعني جهة القبلة لأنه إحنا كلنا الآن نصلي إلى
إلى جهة الكعبة، ما هو إلى عين الكعبة، لا، عين الكعبة هذا وين؟ في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجدان في الدنيا الصلاة فيها إلى عين الكعبة، بقية المساجد في الدنيا كلها إلى جهة الكعبة. لأن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل ورفع حتى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكعبة بعينها ثم عين القبلة في مسجده. نعم، لكن بقية المساجد كلها يعني انحراف بسيط، ما نختلف يعني، لا نجعل المسألة سهلة، تعال جيب البوصلة، هذا المشرق، هذا المغرب، هذا الجنوب، بين الغرب وبين الجنوب انتهى، ونتفق يا أخوان، لا بد من الاتفاق، يعني ما يصلح نختلف على هذا، بعض الناس ما تصلي، لا 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 ما يصلح. نعم. الفرقه عن قبله هون دي ليت اوت فيل هون الشيخ زي ما ماسك على بي اوت فيل هون بفليت وجنرال سو سكا ما انت ها اختلاف وسلوتا بي مسكين بارا فدي ليت اوت فيل هون تان بي سكا كوم اوفرس ان واس بي رت هون او بي اوت هولت دي دي اسمي مينيه. نعم، يعني إذا عرفنا أنه نحن الآن قبلتنا هكذا والأصل في القبلة هكذا، ما تقول هذا بسيط أنا خلاص أصلي، لا، إذا عرفت أنه هذا هو الصواب لينوا بأيدي إخوانكم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد يعني. نعم، سما بيت أتي ليت أوت أت أنات هول سوسكا ما بيوتي هولت خلف لارت ما مست كوم أوبرانس عن دتا. طيب سؤال ثاني مهم إن شاء الله، يقول شخص أسلم وكيف يعمل الآن في الصوم وهو ما أظهر إسلامه لوالديه لأنهم من العراق وهم نصارى وكانهم يعني يخاف منهم، فهل يجوز له أن يكون إسلامه السر ولا يصوم وما أدري يعني كيف يعمل؟ هو خاف على حياته، هو يعيش هنا؟ نعم، ما في خوف، أنا فريدم يا شيخ، أنا فري. البشوم سميك وكريستن بل مسلم في العراق فرختار فاستاء نعم، لو كان في العراق ويعيش في العراق ممكن يخاف، لكن عراقي ويعيش هنا أنا أقول له لا تخاف. لكن مش إنه صغير، يعني الأم بلد أم يعني يخاف، ممكن 15 أو كذا يؤذونه. من يؤذيه؟ أبوه وأمه. عجيب والله، لماذا؟ نصارى من العراق متشددين إنهم بغل الإسلام. يروح يشتكي عليهم عند البوليس يا شيخ، يقول أنا هذا أبي يهددني. بس والبوليس يقول له انت فري ولا لا؟ هنا حريه هنا. هل اخر خطوه يجوز له ينتقل من البيت الى يسكن مع مسلم ويسمحون له؟ يعني والداه يسمحون له؟ لا يسمحون، هذه اشد يا شيخ، هذه اشد. لا، المفروض يقول لهم انا خلاص انا اسلمت، انت نصراني، انت ابي، انا نحبك، انا نحترمك، انا نخدمك، وفعلا يخدمه يا شيخ. يا أخوان يعني شوف، رغم أنف امرئ أو ذكر جبريل قال رجل أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخله الجنة فأبعده الله. أيا كان الوالد، والدك لو كان نصراني، والدك لو كان يهودي، هو والد يجب أن تخضع له، مو خضوع دين لكن خضوع دنيا، وهذا الذي يريده الوالد، ما يريد أكثر من هذا. الوالد والأب يريد أن الولد يحترمه، يقدره، يخدمه، يعتني به، يهتم به، هذا الذي والله يريدون. فقل له أنت أخدم والداك أكثر، وبالغ في الاحترام والتقدير، وأعلن الإسلام، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح قلوبهم للإسلام أيضا، لأنك لابد تحب لهم الخير، لابد، لكن بشرط أنك تنزل، اخضع، تواضع، تذلل بين أيديهما وإن كانا كافرين. بعض الناس عندنا إذا دخل الإسلام أو التزم، يعني أبوه مسلم لكن هو يقول الآن أنا سني، أنا ملتزم بالسنة، وأبي عنده بدع. يا شيخ، هو أبوك والله لو كان كافرا له حق عليك، اتق الله في أبيك وإن كان كافرا. هذه نفتقدها كثير، فهذا نصيحتنا له، أنه باللين، بالرفق، بالخدمة، بالمبالغة في الخدمة والاحترام والتقدير،
أعلن لهم، وإذا خفت فعلا هددوك الحمد لله أقول له نحن في بلد فري، أنت دين وأنا دين وأنا فري وأنت فري، وروح للبوليس ما في إشكال. ما في إشكال. ثم فوقنا أن أم بوي كيس مبيل مسلم ورد يرد في سنة كيس مثل هذا كيس كان فاستا سشيخ نسوان سكو بوي سنة بسنة سيئة يوم مسلم يوم بكرة الإسلام ديوها دي اليوم. والله يا أخوان جاءتني أسئلة غريبة جدا، يعني مرة واحدة بنت يعني تقول عمري 19 سنة والتزمت، ولكن أبي متعصب يعني على المذهب، يعني عنده بدعة في المذهب، كيف أهجره؟ قلت سبحان الله، قلت لو أنا كان أقول لها تعالي، لو أني محرم كان أقول لها تعالي 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 لما تجينا أضربها على هكذا أهجري. يا كيف جنون تهجرين أبوكي؟ في حد يهجر أباه إلا إذا كان فعلا. يا أخي إبراهيم ماذا فعل مع أبيه؟ والله عز وجل ذكر القصة عدة مرات في القرآن، يعني تعلم. وإن كان الأب كافرا يعبد صنما، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع الكفار، مع أرحامه، مع عمه، ماذا فعل؟ الله عز وجل في القرآن يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم، يعني يا محمد أنت خفف على نفسك، أنت تكاد تهلك نفسك لأنهم لا يؤمنون بك من حرصه عليهم وهم كفار. يا أخوان هذه النظرة نحن نحتاجها، يعني قلوبنا لازم تمتلئ شفقة ورحمة للكفار. هذا مسكين كافر ما يعرف مضيع، لابد تجي الرحمة في قلوبنا حتى نحاول يعني نظهر له الإسلام الجيد حتى يدخل في الإسلام ويرحمه الله تبارك وتعالى. احنا لا عندنا انا مسلم انا سني، أوه المفارقة والمفاصلة. والله ما فعلها إبراهيم ولا فعلها محمد عليه الصلاة ولا فعلها الصحابة، فنتنبه يا أخوان، لينوا يعني انزلوا قليلا مع الكفار، مع الأرحام، خاصة إذا كان الكافر رحما له حق. نعم. Så den här pojken han sa att han ska sätta en muslim på ett fint sätt och att du har din religion, jag har min och vi har religionsfrihet. Och om de vill såra honom på något sätt så har han rätt att gå till polisen och söka hjälp där. بعدين إذا جابوا له الأكل خلي يقولوا أنا مسوي رجيم، أنا أريد يعني أخفف وزني، أنا أريد أعمل رياضة، أنا يحتل عليه الصوم طويل. يجب يعني يقضي وقته برا، وإذا جاء عندهم عند أكل شيء أوه نو أنا بخفف أنا بسوي كذا، الأسباب كثيرة. هذا لا شك لا شك هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. نعم. Han sa till exempel att folk ställer konstiga frågor. Han sa jag träffade en tjej här i Europa, eller jag fick en fråga och hon sa att hon hade hennes pappa typ var från Ahlubida, han var inte från de som följer den korrekta islam. Så hennes fråga var hur ska jag bojkotta min pappa? Så vad är det här för fråga? Han sa om jag skulle ha någon makt över henne skulle säga kom hit, så skulle hon få en typ smäll så att hon först fattar vad hon höll på med. Vad är det här för någonting? Hon är galen eller? Hon säger kolla på profeten Ibrahim a.s. Hans pappa gjorde statyer, utökade statyer. Han tilltalade honom på ett fint sätt. Han gjorde dava på sin pappa, eller hur? Kolla på profeten Muhammed s.a.s. i Mecca. Hur mån han var om att hans folk skulle bli vägledda till islam. Alla nämnde i Koranen att han nästan höll på att förstöra sig själv. För mån han var om att folk skulle bli vägledda. Alltså vi måste också vara mån om att folk ska bli vägledda. Behandla föräldrarna väl och på ett fint sätt med barmhärtighet. Och sahaba gjorde också det. Så att inshallah ta'ala de blir vägledda. Det är det som vi ska hoppas på. Föräldrarna har mycket stora skyldigheter. Och vi har mycket skyldigheter mot dem och de har mycket rättigheter. Al-faq bayna al-wusl al-mustahab wal-wajib. Wa hal al-wajib yakfi fihi sub al-ma' ala al-badan. وإدخال الماء في الأنف والفم وما دليل على هذا الغسل يعني الفرق بينهم ويخلنا دائما بنا طفول كغسل ده اسمه ريكومديرا ده اسمه أوبيغاتوريس يعني كأنه يريد الفرق بين الصفة أيوه الواجب يعني هنا والواجب هنا حتى يكون الواجب والمستحب غسل الصفة واحدة ولكن الصفة تتردد بين صفة الكمال وبين صفة الأداء يعني أن تؤدي الواجب شيء وأن تبلغ به درجة الكمال شيء آخر الواجب يتأتى ويؤدى بأن يصب الماء على الجسد كله
يعني كل الجسد يبلغه الماء، وكذلك المضمضة والاستنشاق، هذا يؤدى به الواجب. لكن الكمال شيء آخر، أن تتوضأ، أن تغسل يعني الأماكن التي أصابها القذر، ثم تتوضأ وضوءا كاملا عدا غسل الرجلين، ثم تبدأ بالميامن والتدليك، وثم الميسرة على الجنب اليسار، ثم تصب الماء صبا على جسدك كله من جهة الرأس، ثم تغسل قدميك وتخرج. هذه صفة الكمال، هذيك صفة الأداء. وهذا يقال في الغسل الواجب، ويقال أيضا في الغسل المستحب. صفة كمال في الاستحباب، صفة كمال في الوجوب، صفة أداء في الكمال، صفة أداء في الوجوب. الصفة واحدة، الصفة واحدة. نعم. غسل واجب att hela kroppen blir blöt och att man sköljer näsan och munnen. Och om den, man ska göra de saker som är rekommenderade, så ska man då göra det som man nämnt i sunna, att man börjar med att tvätta könsorganet och sen så wudu, man börjar med höger sida och så vidare. De här sakerna som gör att ens gusel blir mer komplett och fullbordad. غسل الأداء إيش دليل على أنه يكفي كذا وكذا؟ أنه لا يجب فعل كل ما ذكر في الحديث؟ لا لا، هذا كله ذكر على وجه الاستحباب، ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر أنه الواجب إيش؟ الغسل. لكن الصفة التي فعلها ما أوجبها، ما في لفظ، أنت ما عندك دليل على أنه هذه الصفة واجبة في كل غسل. عندنا غسل، وفي اللغة يقال الغسل على ماذا؟ أنه كل عضو من أعضاء البدن إيش؟ يمسه الماء يغسل. أما صفة الكمال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقترن هذا الفعل بلفظ يدل على الوجوب، فدل على ماذا؟ لذلك قالوا صفة كمال الاستحباب، لأنه كمال واضح. الذي يثبت هو الذي يطالب بالدليل. نعم، بارك الله فيك. English. I heard that بس شوي شوي علي، واحدة واحدة. It is obligatory to do hijrah. لا لا، خلاص. ترجم أنت، ترجم. خلي. Is it obligatory to do hijrah from non-Muslim land to Muslim land? Since we live here, is kuffar. Should we do hijrah to Muslim land? هل يجب الهجرة هنا من الدول الإسلامية؟ ليش؟ يقول أنا نعيش مع الكفار. هي بعض يقول، بعض الناس يقول أنه لا يجوز أن تسكن هنا. وين الكفار؟ no. وين؟ كفالي is land. دار الكفر ولا دار الإسلام؟ هل يجب أو ما يجب؟ إحنا يعني لا شك الهجرة باقية إلى قيام الساعة، أن يحجر الإنسان يعني مواطن الشر، مواطن الكفر، مواطن الشرك، مواطن البدعة. وهذا يقال من حيث الوصف، هذا يقال من حيث الوصف. يعني هجرة الصحابة الأولى من مكة إلى الحبشة، هل يقال أنه دار هجرة من دار كفر إلى دار إسلام؟ أنت جاوب، أنصر، عطنا الأنصر. The first hijras the Sahaba made from Medina to Habasha. No, from Mecca. From Mecca to Habasha. Was it from a kufr country to a Muslim country? But Najashi. Kufr land, Islam land. Najashi accepted Islam. Accepted Islam after ما رجعوا كلهم. لكن لما الصحابة ذهبوا النجاشي إيش؟ كافر. وهم بقوا والنجاشي كافر. الإسلام كان بعد ذلك. وبعدين الأرض كلها إيش كانت؟ كفار. فهي هجرة هذه. لذلك شوف الإمام النووي رحمة الله عليه يقول: ومن الهجرة بالمعنى الشرعي الاصطلاحي أن يهاجر الإنسان من بلد يضطهد فيه إذا أظهر دينه إلى بلد لا يضطهد فيه إذا أظهر دينه. وهذه العلة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة اذهبوا إلى الحبشة، ما قال لهم إسلام لاند، قال لهم فيها ملك لا يظلم عنده أحد أبدا. هذه العلة. هنا في اضطهاد، الكفار يعذبون المسلمين، هناك ما في اضطهاد، تصلي تصوم لحية ثوب ما في شيء.
وقال يقول النووي واتفق العلماء على هذا أنه هذا أيضا بل يقول وأجمع العلماء على أن هجرة الصحابة الأولى هي هجرة شرعية اصطلاحية لا هجرة لغوية، لأنه بعض الناس إيش قالوا؟ قالوا لا الهجرة حقت الحبشة هجرة في اللغة، هاجروا من مكان إلى مكان. لا، النووي نقل الإجماع على أن الهجرة الأولى أيضا هجرة شرعية اصطلاحية مثل الهجرة الثانية إلى مكة. لذلك يذكر في فضائل الصحابة يقال فلان من المهاجرين ويقال فلان هاجر الهجرتين. فالهجرة إلى المدينة هجرة شرعية اصطلاحية، والهجرة إلى الحبشة أيضا كانت هجرة اصطلاحية شرعية، مع أنه ما هو من بلد كفر إلى بلد إسلام، وإنما من بلد يضطهد فيه المسلم إلى بلد لا يضطهد فيه المسلم. اليوم عندنا بعض البلاد الإسلامية المسلم يضطهد في بلده، صحيح ولا لا؟ إيش نقول له؟ هاجر من البلد الذي تضطهد فيه إلى البلد الذي لا، والله إذا سمحوا لك إلى مكة والمدينة كلنا نحب نهاجر إلى مكة والمدينة، لكن ما يعطونا إقامة يا شيخ، إيش نعمل؟ نعذب، نتأذى كثيرا في الحصول على الإقامة والتأشيرة والفيزا، والشرطة تطاردنا كل مكان. لا، اذهب إلى حيث لا تضطهد وتمارس دينك. فالمسلم إذا كان في أي مكان يمارس دينه وما في اضطهاد لا تجب عليه الهجرة، وإذا كنت في مكان تضطهد فيه في إظهار الدين يجب عليك أن تهاجر ولو كان البلد من حيث الجملة بلدا مسلما، لأن ممكن أنت تضطهد في بلدك وسين من الناس لا يضطهد، أنت فقط الدولة وراك والحكومة وراك، يصير كثير جدا. فإحنا نقول المسلمون في هذه البلاد إذا تظهرون الدين وما عليكم أي ضغط ولا أي حاجة، ولا النقاب ولا الحجاب ولا اللحية ولا الصلاة ولا الصيام ولا غيره، الحمد لله أنت بالخيار. لا شك تبقى المدينة ومكة أفضل، والبلاد الإسلامية أيضا أفضل من هنا، ما في كلام، لكن على باب الاستحباب، الوجوب إذا في اضطهاد. أما إذا كنت في هذه البلاد ومو بس تظهر دينك، لا، تدعو إلى الدين، وربنا عز وجل يسر لك المركز والمسجد وتدعو الناس، وفي ناس فعلا من الكفار يدخلون في الإسلام، وفي ناس من المسلمين اللي إسلامهم بالاسم رجعتهم إلى الإسلام، فابقى في هذه البلاد وادعو إلى دين الله، هنا البقاء أفضل لك من الذهاب. لكن إذا خفت على نفسك الفتنة، خفت على دينك، أو اضطهدت في دينك، بعض الناس عنده يفتن بسرعة، نساء وأموال وحرية، فري، كله فري، ها؟ نعم، يخاف على نفسه وعلى دينه. نقول والله إذا خفت يجب أن تخرج من هنا، أو إذا اضطهدت تخرج من هنا. أما ما في اضطهاد فأنت بالخيار، هناك أفضل، هناك أفضل 100%. أما إذا أنت هنا وعندك دعوة وعندك نشاط، والمسلم يتعلم إسلامه عندك هنا على يديك، والكفار يدخلون في الإسلام، لا والله ابقى هنا يا شيخ، بقاؤك خير من ذهابك. بارك الله فيكم. So, broder frågar om hijra, om att flytta från... أكثر أسئلتكم في أوروبا الهجرة والطلاق والخلع يا شيخ. Alltså de flesta frågorna vi har i Europa handlar om hijra och skilsmässa och giftermål eller typ av skulle. Alltså i alla fall hijra, att utvandra, finns kvar fram till domedagen. Att göra hijra från synder, från kuffer, från icke-muslimska länder till muslimska länder, allt det här finns kvar. Och han sa, sahaba gjorde hijra till Habasha, till Etiopien, fast de inte ens var muslimer. Och de gjorde då hijra från ett icke-muslimskt land som var Mekka till ett annat icke-muslimskt land, där de kunde praktisera religionen. För att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, flytta dit för där finns det en kung som inte förtrycker folk. Han förtrycker ingen. Så Nawawi nämner att det här är en riktig hijra. Vissa säger att det är en språklig hijra. Han säger att det här är en riktig shari hijra, en riktig hijra i den islamiska definitionen.
För att meningen är att fly från förtryck, att utvandra från förtryck till ett ställe där du kan leva i säkerhet med rättvisa och kunna implementera din religion. Det är det som är hela syftet med hijra. Man säger till exempel, man säger att från Sahabas dygd är att han gjorde hijra 2 gånger. Till Medina och till Habasha. Så det är en riktig hijra. Att de flydde från Mekka till ett annat kafirland där de kunde implementera religionen. Och då sa brodern, vadå? Najashi blev muslim. Han sa att han blev muslim efter det att de hade kommit tillbaka till Mekka. Och även om han blev muslim, landet var inte ens styrdes inte med sharia. Det var ändå kristendomen som dominerade hela Habasha. Han var inte öppen med sin religion. Och han säger idag, finner vi också förtryck i många muslimska länder. Där folk inte kan implementera religionen. Då ska de flytta till ett ställe där de kan praktisera religionen. Alla vill till Mekka och Medina. Och det kanske är svårt. Du kanske måste söka papper och tillstånd. Du får inte. Han säger nej, flytta dit du kan implementera religionen. Och han säger, vad är då, hur vet vi att när måste man flytta och när det är rekommenderat? Om du inte kan implementera religionen. Du får inte ha skägg, du får inte ha hijab och du får inte göra salah och så vidare. Då är det wajib att flytta därifrån. Till ett ställe där du kan implementera religionen. Om du får göra allting som har med religionen att göra, blir fri, som till exempel här, då är det rekommenderat att flytta till ett muslimsland och inte obligatoriskt. Och han nämnde att om du till och med kan göra da'wa här, du kan kalla till islam till och med fritt. Folk kan bli muslimer, de som tillskriver sig islam kan komma tillbaka till att praktisera religionen. Då kanske det är bättre för dig att du stannar kvar här, om du gör da'wa. Men generellt så är det här som vi går efter, att om du kan praktisera religionen, så behöver du inte flytta, men det är rekommenderat. Och nu, om du inte kan praktisera religionen, så måste du flytta, så även religion, om du är ett muslimsk. Religion din. Religion. Lä, må se religion. Sin religion. Sin religion, yani dinahu. Dinahu. Barakallahu fik. Sin belad, sin religion. Jihad fil Afghanistan och jihad fil Iran. Ibrahim Sila. We can help. Now we can, how we can do jihad? Jihad al-nafs. Bori, start from there. Jihad al-self. Jihad al-ilm. Jihad al-da'wa. Al-jihad, كلمة تطلق على أكثر من 20 معنى. 20. نعم. واحدة منها جهاد السيف. مصيبة الناس اليوم إذا سمعوا كلمة جهاد فورا اوتوماتيك سيف أو رشاشات يعني. ها؟ لا لا، الجهاد كلمة عظيمة. نعم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كلمة الجهاد جاءت في القرآن وفي السنة على أكثر معاني كثيرة جدا. جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الهوى، جهاد الدنيا، جهاد تربية الأولاد والإنفاق على الأولاد، هذا أيضا جهاد. جهاد الآباء، احترام الآباء، خدمة الآباء، ففيهما فجاهد. كلمات كثيرة كلها جهاد. الجهاد في طلب العلم. العلم يحتاج إلى جهاد ومجاهدة حتى يجي فيك العلم. كل الجهاد باب عظيم جدا. ذكر الله تبارك وتعالى، الطاعة، العبادة، الاستمرار على الطاعة، كلها جهاد. واحدة منها جهاد السيف، وكل واحدة منها لها شروطها وآدابها. فإذا جاء الشرط ووجدت الشروط وانتفت الموانع، نعم وجب الفعل، وإلا فلا. الجهاد في الأفغان، تقول تجاهد من في الأفغان؟ Who you want to wage war against in Afghanistan? NATO or US or? طيب الناتو الآن كيف دخلوا إلى أفغانستان؟ How? Why? من الذي طلب الناتو إلى أفغانستان؟ Who told them to come there? Because they have implemented Deen there. Taliban implemented Islam. They hate Islam. That's why they. Who hate Taliban? NATO or US? وغير الناتو. كفر. حامد كرزاي إيش دوره؟ رئيس دولة ولا ما هو رئيس دولة؟ Is he president or not? Yes, he's president. President. 100%. حامد كرزاي always يقول حق أمريكا please come ولا لا؟ He's the one who tells him to come. إحنا عندنا في الكويت الآن، عندنا في الكويت الحكومة pay money please come، لأنه في جيش أمريكي sleep good. هذا الواقع، هذا واقعنا.
ليه؟ لأن المسلمين يأكلوا بعضهم بعضا يا أخوان. نخاف في السعودية، في الإمارات، في قطر، كل مكان تروح في جيش أمريكي ولا ما في فلوس، pay money، ندفع لهم كل شهر حتى إيش يبقوا في بلادنا للحماية. حتى في العراق، في العراق الآن الجيش الأمريكي موجود في العراق ولا ما موجود؟ الجيش الأمريكي يريد يخرج، الحاكم العراقي إيش يقول له؟ no please two years، يسوي اتفاقية two years يجب you must stay in عراق. يا أخوان إحنا يأكل بعضنا بعضا. في أفغانستان، في الباكستان، فجروا في المساجد ولا ما فجروا؟ هذا راح فجر في النيتو ولا فجر في المسجد؟ and he says that is جهاد في المسجد، ويسميه إيش؟ جهاد. يا أخوان اليوم في أفغانستان مسلم ضد مسلم، في العراق مسلم ضد مسلم، وإذا اقتتل المسلمان هذه إيش نسميه؟ نسميه جهاد ولا فتنة؟ فتنة يا شيخ بكل الأدلة الشرعية، هذا جهاد فتنة، هذا قتال فتنة يسمونه. وقتال الفتنة ندخل ولا نقعد؟ أجيبوا الفتنة إذا حصلت بين المسلمين، ها نشارك ولا نتأخر؟ القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، وفي رواية والمضطجع خير من القاعد. لا تشارك في الفتنة. اليوم أفغانستان مسلم ضد مسلم، هذا يقول أنا طالبان، هذا يقول أنا مسلم أفغاني حنفي، هذا يقول لا أنت كافر، هذا يقول لا أنت كافر. شيخنا الشيخ ربيع راح أفغانستان يا أخوان، شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري والله ذهب إلى أفغانستان، شيبة لحية بيضاء وراح إلى أفغانستان، 5 شهور بعدين رجع الشيخ. ها يا شيخ، قال مصيبة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا كنا معاه في المطار ودعناه لما راح، شيخنا يبغى يروح وين؟ الجهاد في أفغانستان. ورجع قال مصيبة. ليه؟ قال آخر قصة حصلت في أفغانستان قبل أيام من المجيء، كلهم في خندق، أفغاني وأفغاني في خندق واحد ينتظرون الـ هذا الرتل الروسي لما كان روسيا، ها حتى ينقضوا على الجيش الروسي. ثم صار في كلام أفغاني وأفغاني، أنت وهابي، أفغاني يقول للأفغاني أنتم يا الوهابية سبب غضب الله علينا، تكرهون الأولياء، تكرهون مزار شريف، تكرهون قبر فلان قبر فلان، فربنا عز وجل غضب، الأولياء غضبوا، فالله غضب فسلط علينا روسيا. هذا السني وش قال له؟ قال له والله أنتم السبب، عباد قبور عبدتم القبور من دون الله، أشركتم بالله فغضب الله علينا. سحب الرصاص، أطلق الرصاص على بعض يا أخوان. جابوهم عند الشيخ أبو بكر الجزائري للمحاكمة، جلس الشيخ وترجموا، قال هكذا أفغاني وأفغاني. الشيخ قال لا، ما يجوز الآن نعطيك سلاح، جيب السلاح، لازم نتعلم التوحيد، أولا التوحيد بعدين السلاح. مصيبة يا أخوان، جهل عظيم، شركيات، قبوريات، وجهاد. إيه وين الجهاد؟ أول توحيد، أول جاهد القلب، أول أعمل الجهاد في نفسك، إذا نجحت نعم تحمل السلاح وربنا يعينك، لكن إذا أنت من الداخل خربان إيش يعني تحمل استحمل السلاح؟ ما ينفع. نعم. Så sheikhen han svarade med att säga att det finns många olika sorters jihad. Jihad har kommit till sharia med cirka 20 olika meningar. Man kan göra jihad och nafs, jihad med att söka kunskap, jihad med att göra da'wa. Och en av dessa 20 meningar av jihad är att göra jihad med svärdet. Så
tyvärr när man hör jihad idag, det första folk tänker på är jihad med svärdet. Alltså, det finns så många olika sorters jihad man kan göra. Man kan göra jihad med att lyda sina föräldrar, att ta hand om sina föräldrar. Och de här, att göra jihad mot sin nefs och så vidare. Och även den jihad som alla tänker på med svärdet. Även om vi ska prata om den, så har den också villkor. Om dessa villkor uppfylls, då gör vi den här jihad. Om dessa villkor inte uppfylls, då gör vi inte den här jihad. Och han sa, du nämnde Afghanistan. Vem har hämtat kuffar till Afghanistan? Eller han frågade först, vem du krigar emot? Och då så sa brodern att USA och NATO och så. Så han sa, vem har hämtat dem dit? Så brodern svarade till slut att det är Karzai, den här presidenten i Afghanistan, som hämtar dem dit. Varför har han hämtat dem dit? För att han vill ha fred. För att folk bråkar mot varandra. För att man ska kunna sova i fred. Och han säger, tyvärr, muslimerna äter varandra. Alltså muslimerna slåss och krigar mot varandra. Dödar varandra. Det är därför man hämtar någon. För att ha fred i landet. Han säger tyvärr, eller det är så också i många andra länder. I Kuwait och Saudiarabien och så vidare. Man hämtar kuffar, Amerika, för att kunna sova i ro. För att annars så krigar muslimerna mot varandra och dödar varandra. Kolla nu på Irak också, samma sak där. USA säger vi ska ut från landet. Presidenten säger nej, snälla stanna 2 år till. För han vet att om de åker, det kommer bli kaos. Så vad är det här för jihad? Man säger muslimer dödar muslimer. Vad är det för jihad? Det är inte jihad. Det här kallas för fitna i sharia. Att en muslim dödar en annan muslim. Och en sån här fitna har vi blivit beordrade med att inte blanda oss in i. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att man ska hålla sig borta. Och han nämnde att den personen, ju mindre engagerad man är, ju bättre är man. Att personen som står är bättre än den som går. Och personen som går är bättre än han som springer. Och personen som sitter är bättre än han som står. Yani, ju mindre engagerad man är, ju bättre är man hur du förhåller sig till fitna. Man ska hålla sig borta. Det här är inte jihad. Han säger subhanallah, de går till Pakistan och länder och spränger en bomb i moskén. Och de säger jihad fi sabilillah. Vilken kafir finns i moskén? En bomb i moskén. Och du säger jihad fi sabilillah. A'udhu billah. Vad är det här för någonting? Och han säger att samma sak med talibanerna. Han sa på hans tid, han sa, vi känner ulema som åkte till Afghanistan. Sheikh Rabi och Sheikh Abu Bakr al-Jazairi. Och de sa, Sheikh Abu Bakr åkte dit. Och efter 5 månader, han sa, vi gav farväl på flygplatsen och allting. Han kom tillbaka efter 5 månader. Och föreläste i Masjid Nabawi. Han föreläser i moskén. Och de sa, vad hände? Varför kom du tillbaka för? Så han sa, det är musiba, det är katastrof där borta. Han sa, vi låg i en vallgrav och väntade på ryska, de här trupperna som skulle komma. Vi skulle attackera dem. Och en taliban, eller en afghan, säger till Saudien. Han säger... Ja? En afghan sa till en annan afghan att... En afghan kallade till Saudi eller afghan i fänna? Ja, kulla afghan i gång. En afghan sa till en annan afghan att... Det är på grund av er som vi har fått alla straff över oss. Ni wahhabi. Det är på grund av dem Allah har skickat ryssarna mot oss. Ni hatar awliya. Ni hatar våra gravar. Därför har våra awliya i gravarna blivit arga. Och Allah blir arg och sen kommer hans straff. Så den andra afghan, han säger, det är ditt fel. Det är ni som dyrkar gravar. Det är ni som gör kyrk. Det är därför Allah blir arg på er och skickar ryssarna på er. Så de börjar skjuta på varandra. Så i alla fall, de hämtade de här 2 afghanerna till Sheikh Abu Bakr al-Jazairi. För att han skulle döma mellan dem. Så han sa, vad är det som har hänt? Man översatte. Han sa, stopp du. Ge tillbaka vapen. Du ska lära dig tauhid först. Hur ska du kunna kriga mot fiender? Du kan inte ens tauhid. Du dyrkar gravar och andra än Allah. Det här går inte. Först lär dig tauhid. Och sen kan du kriga. Och då kommer Allah att ge oss seger. Det här funkar inte. Så han sa att i alla fall, sheikhen åkte hem. Och lämnade det här kriget som det var i Afghanistan. Och samma sak gäller då att vi måste gå tillbaka till tauhid. Och först själva bli starka. Och sen så kan vi kriga och Allah Ta'ala kommer att hjälpa oss. Tawanna alaikum, Sheikh. Jag vill säga till er att Sheikh Abu Bakr al-Jazairi. Och vi skriver med honom. Sheikh Abu Bakr, afahu Allah och afana jami'an, ta'allam driving. Yani حق السياقة. Ma kan ya'rif i suq. Kunna kul makan na'akhuduhu. Yani nas ya'akhudunuh. Ma siyaqa ma ya'rif. Abadan. Lama sar umruh 67 sana. قرر أن يتعلم السياقة يا شيخ 67
والنظام في السعودية في تعليم السياقة لابد أول تحضر في دورة 15 يوم أقل شيء 15 يوم دوام كل يوم مدرسة تعليم السياقة يعلمونك يعني شوي ميكانيك شوي الإشارات شوي الشوارع الطرق 15 يوم والشيخ يروح أنا نوديه ويرجع يتعلم وبعدين نجح في التحريري والشفهي وبعدين نجح في السياقة ما يعرف يسوق لكن الشرطي العسكري كلهم يحترمونه كلهم يعرفون الشيخ أبو بكر الجزائري المدرس في الحرم وفي الجامعة الإسلامية نجحوه خذ لايسنس خذ اللايسنس الشيخ لماذا ماذا يريد الشيخ وهذه هو حدثني بها بنفسه قال والله يا ولدي يقول الآن 3 مرات في شهر رمضان كنا يقول أنام أرى في المنام رؤية في المنام هو يرى أنه أعلن الجهاد في المدينة داعي الجهاد يعلن الجهاد فيقول في النوم في المنام أنا أخرج وأمشي في منطقة في المدينة يقال لها ثنية الوداع هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع الجيوش والغزاة كلهم يسمونه إلى الآن في مسجد صغير يسمونه مسجد الثنية ثنية الوداع مكان وداع الجيوش فيقول وفي المنام أجي أقف عند الثنية عند ثنية الوداع والناس تمر سيارات وعسكر أنا أروح معكم بليز ستوب فيقول يقفون ها تعرف تسوق نو اقعد ويمشون عني والله يا أخوان يقول تكررت 3 مرات فقلت خلاص أتوب إلى الله لابد من تعلم السياقة تعلم السياقة بنية بهذه النية يا أخوان وفعلا أخذ الإجازة وكان تقريبا كل أسبوع أسبوعين في يعمل حادث سبحان الله والله يا أخوان ما طاف تقريبا 2 سنة على هذا الكلام إلا فعلا أعلن الجهاد وين في أفغانستان فقال الشيخ خلاص هذا هو يا شيخ تترك المدينة وتترك الجامعة قدم استقالته من الجامعة قدم التقاعد من الجامعة الإسلامية ووقف التدريس في المسجد النبوي وذهب إلى أفغانستان قال هذا هو لابد أذهب ولكن لما صدم بالواقع يقول القبور مليانة كل قرية فيها قبر يعبد من دون الله جل وعلا رأيت بعيني يقول والله يقول رأيت أناسا يطوفون حول القبر وأي جهاد لا في جهاد أول من هذا وهو جهاد توحيد والعلم والإيمان بعد ما نتمكن احنا ممكن نحارب روسيا وأمريكا والناتو والفيتو والكل يا شيخ لكن إذا هذا خربان نستطيع ما نستطيع هذه قصة الشيخ مع الجهاد وقصته مع تعليم السياقة شيخ نبدأ برتلسة أم أبو بكر الجزائري أتهن Han drömde, eller han började att lära sig att köra bil när han var 67 år gammal. Och gick på trafikskola i Medina. Man måste gå där i 15 dagar. 15 lektioner, 15 dagar. Man lär sig köra och så vidare. Och tjejen gick dit och tjejen sa det var jag själv som lämnade honom på den här skolan. Och tjejen fick körkort fast han inte kunde köra. För de poliserna i Medina respekterar honom så mycket för han är stor alim. Man kan inte säga nej till honom. De bara, varsågod, här är körkort. Man kan inte köra bil. Så den här tjejen, han åkte ut och typ varannan vecka så krockade han. Han krockade hela tiden. Så då frågade han, varför ska du köra bil för? Vad handlar det om? Han sa, jag har drömt 3 gånger i rad. Jag har drömt att det är, man kallar till jihad i Medina. Och att folk, eller att jag går till en plats som heter Thaniyat al-Wada. Där profeten Salasana brukade säga, ta avsked till soldaterna som skulle ut på jihad. Att jag går dit och står där och jag ser alla bilar åka förbi mig. Och jag säger stanna, stanna, stanna. Får jag följa med? De stannar och säger, kan du köra bil?
Jag säger nej och de åker vidare. De säger stanna kvar, du får inte följa med. Hela tiden ser jag den här drömmen. Så tre gånger så han sa nu kallas, jag måste lära mig att köra bil. Så han lärde sig att köra bil. Och efter två år så kom den här fetvan att det är jihad i Afghanistan. Så sheikhen sa det var det här som menades med drömmen. Jag ska åka. Han slutade undervisa i skolan. Han slutade undervisa i profetens moské sallallahu alaihi wasallam. Och åkte till Afghanistan. Men han sa att när han kom dit så var det väldigt, väldigt dålig situation. Han såg i varenda stad gravar som dyrkas vid sidan av Allah. Man gjorde kyrk, tawaf runt gravarna. Och han säger, det här går inte. Hur ska de kunna vinna mot fiender om de är i sånt här tillstånd? Det finns en jihad som är större än den med kulor och svärd. Utan vi måste först lära oss tawhid, kunskap. Sen kan vi vinna mot denna fiende som vi nu möter. Så det var det han ville säga om Sheikh Abu Bakr. Jazakum Allahu khairan ya ikhwan jami'an. Regarding ayah al-Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu istaghfirullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. I need the explanation of wabtaghu ilayhi al-wasila. Word wasila. طب انت ايش اللي في ذهنك؟ What do you think about this ayah? What does it mean? I don't know. I'm What have you heard for something? انا اشعر انك تريد شيئا معينا. بس يا ترى انت مين هذا؟ الوسيله نتوسل الى الله كلنا. وابتغوا فعل امر. يعني دائما اتقوا الله وابتغوا إليه إيش أي توسلوا إليه تبارك وتعالى. لكن كيف نتوسل؟ هذا السؤال. أنا أقول لك what you want with your question. لأن الوسيلة نعم عبادة مشروعة نتوسل إلى الله، لكن كيف الصلاة؟ كيف يصير الواحد يصلي لحاله؟ لا. نصوم على كيفنا؟ لا. نتوسل أيضا على هوانا؟ لا. هذا الدين دين عظيم، دين عظيم. شوف يعني ذكر الله، يعني الوضوء في شروط، في سنن، في واجبات، في آداب. وضوء بل قال العلماء أكثر من هذا، دخول الحمام في آداب يا شيخ. ما تدخل على كيفك وتخرج على كيفك، تخرج بأدب وتخرج، تدخل بأدب وتخرج بأدب. قالوا حتى الجلوس على الاستنجاء هذا الدين، كما قال سلمان الفارسي. لأنه سلمان كان يقول وعنده شوية يهود وكفار أنه نحن نبينا علمنا كل شيء. قالوا لا تبالغ، ايش كل شيء؟ ما يمكن كل شيء. سلمان قال والله ما مات رسول الله الا وقد علمنا كل شيء. حتى احد الصحابه قال والله حتى الطائر يطير في السماء اعطانا علما منه، كل شيء نعرف. اليهودي ايش قال لسلمان؟ كل شيء، everything. قال yes everything. علمكم كيف تستنجون؟ هل علمكم كيفية؟ قال والله علمنا. سبحان الله، شوف اليهودي سأل عن قضية جزئية، يعني هل علمكم عندما تدخل الحمام كيف تستنجي، كيف تكون الخراءة، يعني كيف تخرج الفضلات؟ قال والله علمنا. لا إله إلا الله. فالوسيلة عبادة إلى الله تبارك وتعالى، لها طريق، لابد نسأل كيف الطريق. كل النصوص الشرعية بيّنت أن الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى تكون بالأعمال. يعني نعمل طاعة، نقرأ القرآن، ريد قرآن، ريد قرآن، ريد قرآن، ذن سكر القرآن. اللهم أتوسل إليك بقراءتي للقرآن، هذا
هذا جائز 100%. تخرج صدقة تتصدق فيها على الفقير، بعد ما يروح الفقير قلبك يا رب يا الله أنا تصدقت، أتوسل إليك بهذه الصدقة اغفر لي. العمل الصالح، الأعمال الطيبة كلها نتوسل بها إلى الله. دعاء الرجل الصالح، نذهب عند الرجل الصالح ونقول له إيش؟ بليز ميك دعاء، أنا أتوسل إلى الله بدعائك، كما كان الصحابة يفعلون وكما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله جل وعلا بعبادتنا لربنا وحبنا لربنا وحبنا لنبينا، كل توسل مشروع. لكن الناس توسعت، يقولون نذهب عند القبر ونتوسل إلى الله بهذا الميت أنه ولي أو نبي، هذا مشروع؟ ما في دليل. فعندنا توسل مشروع وعندنا توسل ممنوع. التوسل المشروع تتوسل إلى الله جل وعلا بإيمانك، بحبك لنبيك، حبك للصحابة، حبك لربك، عبادتك، صدقاتك، أفعالك، أعمالك الصالحة، كلها وسيلة، وسيلة بينك وبين الله. لكن الأموات لا، الذوات لا. واضح؟ بارك الله فيك. Vad sista frågan? Sista frågan då frågades shejken om en aya i Koranen om el wasila, där Allah Ta'ala beordrar människan att frukta honom och att göra el wasila till Allah Ta'ala, wabtabu ilayhi el wasila, att man söker att närma sig Allah Ta'ala. Så vad är det då som menas med den här versen? Och shejken han sa, frågar mannen, vad är det du menar? Han tror att han förstår vad mannen menar för något. Han säger att el-wasila är som allting annat i religionen. Det måste ske i enlighet med religionen. Som salah, vi kan inte be hur vi vill, utan vi ber som profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort. Den har villkor, den har helare. Zakat, samma sak. Alltså till och med att gå på toaletten har viss etik som man måste hålla sig till. Som hadith Salman berättar, när judarna kom och sa att profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt er allting. Till och med hur man går på toaletten. Och då sa han, wallahi, han har lärt oss. Och så nämnde han exakt hur man ska bete sig på toaletten. Och han sa här också affär från Salaf att sahaba, att profeten sallam har lärt oss allt. Det finns inte ens en fågel på himlen som flaxar med vingarna förutom att vi har fått en visdom ifrån det. Så han säger att el-wasila är ett, man närmar sig Allah Ta'ala med att göra goda gärningar. Som till exempel att man läser Koranen och sen när man är färdig så kan man säga, Allah, jag ber dig att acceptera min dua för att jag har läst Koranen, typ. Som ett medel, man använder det som ett medel för att ens dua och ens gärningar ska accepteras. Eller Allah, jag har gett sadaqa, förlåt mig för mina synder. Eller att man gör tawassul, man då frågar en from person att göra dua för mig, för att man då hoppas att den här personens dua ska bli accepterad, som sahaba gjorde och profeten sallallahu alaihi wasallam. Man kan också göra tawassul med ens kärlek till Allah och profeten alaihi wasallam och sahaba. Man säger, Allah, acceptera mina gärningar för att jag älskar dig och jag älskar din profet och så vidare. Men den tawassul som är förbjuden, som många har gjort idag, är att de går till döda människor och ber till dem och tror att de här ska medla inför Allah Ta'ala. Det här finns det inget bevis för och det är en förbjuden form av tawassul som absolut inte är tillåten. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.